بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا وحمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين. سعادة نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الأستاذ الدكتور أشرف عبد القيوم أمير، سعادة المشرف على فرع جمعية طب الأسرة والمجتمع بمحافظة جدة الدكتور سامي صالح عيد، سعادة مدير عام شركة نوفو نورديسك السعودية الدكتور ميلفن دي سوزا، سعادة الدكتور بسام بن عباس استشاري طب الأطفال والغدد الصماء بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الأساتذة الأفاضل، الزملاء والزميلات الصحفيين الحاضرين معنا في هذا المؤتمر الصحفي، السادة والسيدات الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذه الأمسية الرائعة والحافلة بالعلم والتوعية الصحية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الراعي العلمي لهذا المؤتمر الصحفي، الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع فرع محافظة جدة، وعن الشركة الراعية للمؤتمر وللحملة شركة نوفو نورديسك الطبية السعودية، أن أرحب بحضراتكم أجمل ترحيب في هذا المؤتمر الهام والذي سيتضمن لمجموعة قيمة من الكلمات والمعلومات العلمية عن السمنة ومخاطرها وأضرارها على جميع الفئات العمرية في مجتمعنا، وخاصة فئة الشباب المراهقين من الجنسين من عمر 8 إلى 16 عام، والتي سيقدمها لنا ولحضراتكم نخبة متميزة من السادة الأطباء المتحدثين معنا وبصورة أكثر وضوحاً عن الأهمية البالغة لمكافحة السمنة والحد من انتشارها ومنع حدوثها وكيفية علاجها والتعامل معها في حالة الإصابة بها لا سمح الله، ومدى أثرها على البالغين والكبار سواء من المواطنين أو من المقيمين في المملكة العربية السعودية وعلى غيرهم من الدول الأخرى. وقبل أن نبدأ مؤتمرنا هذا، اسمحوا لي بأن أطلب منكم أيها السادة المتحدثين الأفاضل التعريف بأنفسكم، ولنبتدئ بسعادة الدكتور سامي بن صالح عيد المشرف العام على مكتب الجمعية بمحافظة جدة، حنأخذها بالتسلسل إذا تتكلموا. دكتور سامي، دكتور سامي عيد، دكتور سامي تفضل، المايك معك. دكتور سامي صالح عيد، استشاري طب الأسرة والمشرف العام على فرع مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع في جدة. يا هلا بك دكتور. ناخذ دكتور ميلفن دي سوزا. Can you recognize us about yourself? Assalamu alaikum and thank you very much to the Saudi Society for Family and Community Medicine for giving us this opportunity. I am Melvin D'Souza. I am the Corporate Vice President for Novo Nordisk in Saudi. And we are extremely happy to be a part of this press conference and the meeting as we go forward. Thank you. ممكن ترجم لنا اللي مع الدكتور D'Souza؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ميلفين دي سوزا، نائب الرئيس لشركة نوفو نورسك فرع السعودية، وأنا سعيد بوجودي معكم اليوم وشاكر للجمعية على هذه الفرصة. شكرا جزيلا. الآن مع دكتور أشرف أمير. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. سعيد بهذا اللقاء وسعيد بهذا المحفل العلمي الرائع الجميل، بدأ الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني مفيد ومثمر. أنا معكم الدكتور أشرف أمير، استشاري طب الأسرة والرئيس التنفيذي للخدمات الطبية التنفيذية بالمركز الطبي الدولي بجدة.
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالمملكة، عضو اللجنة الوطنية لتطوير خدمات الرعاية بالمجلس الصحي السعودي. ليشرف أن أكون معكم اليوم، أتمنى لكم التوفيق جميعا. يا هلا ونتشرف بك دكتور أشرف. الآن دكتور بسام لو تكرمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف أنا الدكتور بسام صالح بن عباس بأن أكون معكم. أنا الدكتور بسام استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الهرمونية في الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وأيضا أنا الأستاذ الدكتور في جامعة الفيصل بالرياض. أيضا أتشرف بهذه النخبة المتميزة من الحاضرين ومن الأطباء، وأرجو أن تكون هذه الساعة القادمة مفيدة للحاضرين وأيضا مفيدة لإخواننا الصحفيين ولجميع السامعين. شكرا جزيلا. يا أهلا بك دكتور بسام، وتشرفنا بكم، شكرا جزيلا لكم. كما أكرر الترحيب أيها السادة والسيدات بزملائي وزميلاتي الأساتذة الصحفيين الكرام والذين شرفونا بالحضور والمشاركة في هذه الأمسية العلمية والتوعوية والظاهرة أسماءهم وأسماء الصحف التي يمثلونها أمام ناظريكم الآن، وهذه القائمة بالزملاء والزميلات. والآن نبدأ بسم الله وعلى بركة الله مؤتمرنا هذا بكلمة ترحيبية من سعادة المشرف على فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بمحافظة جدة استشاري طب الأسرة الدكتور سامي بن صالح عيد، فليتفضل مشكورا. المايك يا دكتور. المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أصحاب السعادة، الحضور الكرام، الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لا يطيب لي ويشرفني من هذا المنبر أن أشارك في افتتاح هذا اللقاء العلمي التوعوي عن مخاطر وأضرار السمنة لدى المراهقين والشباب. هذا المؤتمر الذي ترعاه الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ممثلة في فرعها بمحافظة جدة وبالتعاون مع ملتقى الخبرات وشركة نوفو نورديسك الطبية العالمية، ومن خلال شراكة نهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على واحدة من أكثر المشاكل الصحية التي انتشرت في السنوات الأخيرة، ليست في هذه البلاد الطيبة فقط، وإنما أيضاً في الدول الخليجية والعربية المجاورة، بل وتعدت لكثير من الدول المتقدمة، حتى أنها تجاوز من كونها ظاهرة إلى وباء إقليمي عالمي. وهذا ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية قبل أكثر من عقد من الزمن من خلال نشراتها وقنواتها المنتشرة حول العالم. كما يعرف الجميع أن السمنة أصبحت ظاهرة مرضاً وليست ظاهرة أو مشكلة صحية كما يعتقده البعض. عندما أشير إلى كلمة وباء فإني أعني ذلك تماماً، حيث أن الزيادة المضطردة والمتسارعة بأعلى من المعدلات المتعارف عليها تعد وباءً. في العام الماضي قد يكون البعض منكم رأى ما رأيته من تداول في مواقع التواصل وعبر الواتساب، صورة كانت هذه الصورة بها شقين، وهي عبارة عن مجموعة في جنب يجب منه مجموعة من الطلاب المدارس في المرحلة الابتدائية، وعلى ما أعتقد تمثل هذا الطلاب يمثلون طلاب كانوا قبل حوالي 15 أو أكثر من 15 أو 20 عاما، وفي الجانب الآخر طلاب في نفس المرحلة ولكن في وقتنا الحاضر. تخيلوا لي كيف أن الفرق، كيف كان البون شاسع بين في هذه الصورة بين الفئتين، وكيف كان شكل الأطفال، اختلاف في الحجم وفي الأشكال وحتى أيضا في السلوكيات وفي اللبس. ولكن ما كان يثير الدهشة هو الزيادة الكبيرة في أوزان
طلابنا للأسف في هذه المرحلة الابتدائية. وأعتقد أنه هذه كانت متداولة كثيرة في مواقع الواتساب يمكن أو مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذه تعطي إيحاء وتعطي لنا صورة كيف أن الصورة الموجودة الآن والخطر المحدق بأبنائنا في هذه في هذا السن. طبعا الإخوة المحاضرين زملائي الأعزاء سوف يتكلموا بهذا عن في الإحصائيات من خلال محاضراتهم بإذن الله تعالى. طبعا أحب أن أختم كلمتي بأن أشير إلى أن الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع التي تعد واحدة من أقدم الجمعيات العلمية السعودية ومن خلال مكتبها في جدة أو مكاتبها جميعا ومكاتب الأخرى لا تألو جهدا فيما يدعم نشر الوعي الصحي، وهو واحد من أهم الأهداف لهذه الجمعية التي تدعم أطباء الأسرة وأطباء المجتمع وأطباء الصحة العامة وكذلك الممارسين الصحيين جميعا وكذلك الممارسين في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الأولية. هذه الجمعية أخذت على عاتقها هذا الموضوع وتحملت ذلك وبدأت في كثير من المشاركة في كثير من الندوات والمؤتمرات الطبية والتي تقوم بدعم المجتمع ودعم ونشر الوعي الصحي في هذا المجتمع. في هذا في الختام أشكر كل من شارك في هذا المحفل العلمي وأخص بالشكر أخي أستاذ حسن بهكلي المدير العام لملتقى الخبرات والدكتور ميلفين ديسوزا المدير العام لشركة نوفو نورديسك الطبية العالمية وبالضبط زملائي سعادة الدكتور أشرف أمير والدكتور بسام بن عداس بسام بن عباس المحاضرين معنا في هذه في هذا المجتمع وفي هذا المحفل. ختاما أشكر الجميع وحضوركم أيها الأخوة الكرام وأسأل الله المولى الكريم أن ينفعنا بما علمنا ونجعل أعمالنا خاصة لوجه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور سامي على هذه الكلمة. وأعزائي المشاهدين سيداتي وسادتي الحضور وللشركة الراعية لهذا الحدث العلمي كلمة سيقدمها سعادة المدير العام لشركة نوفو نورديسك وهي عبارة عن دور الشركة وما تقدمه شركة نوفو نورديسك من خدمات للرعاية الصحية في المملكة. تسرني الآن دعوة الدكتور سعادة الدكتور ميلفين ديسوزا المدير العام لشركة نوفو نورديسك لتقديم كلمته. Thank you very much for this opportunity. I would like to first of all thank the Saudi Society for Family and Community Medicine, Jeddah, for giving us this opportunity. I'm Melvin D'Souza, like I introduced. I would just like to focus on Novo Nordisk's commitment towards obesity. I would like my colleague to translate what I said. Sorry for talking about this in English, and it will be my pleasure for my team member Ali to translate. مرحبا بكم جميعا وأكرر شكري للجمعية وفرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بمدينة جدة على إتاحة هذه الفرصة لإظهار التزام شركة نوفو نورديسك بمكافحة مرض بحجم السمنة في المملكة وأيضا حول العالم. وأنا آسف من البداية للتحدث باللغة الإنجليزية، كنت أتود أن أتحدث بالعربية ولكن زميلي سوف يساعدني بالترجمة. Thank you. The story of Novo Nordisk, as you all know, for the last 100 years has been built around insulin. And it is also a journey of passion and innovation. Insulin is a protein, and our experience of having innovations over many years in this area has also given the encouragement as well as the possibilities to move with products which can actually also afflict or help alleviate some of the issues around obesity management. Diabetes and obesity are closely linked. And to our fortune, the very fact that we work with large molecules like insulin has also led to us to innovations in GLP,
which is also the starting point for pharmacological treatment in the area of obesity. قصة نوفو نوردسك شركة نوفو نوردسك بدأت من البداية بمزيج من العاطفة والإبداع. فمنذ نحو أكثر من 100 عام قامت نوفو نوردسك بتصنيع الأنسولين وحلت لغزا كبيرا في علاج مرض خطير مثل السكري. وبروتين مثل الأنسولين ساعد نوفو نوردسك في رحلتها الإبداعية في تطوير الأدوية لمكافحة ومعالجة كثير من الأمراض المزمنة منها مرض السكري والسم. ولا يخفى على الكثير مدى الارتباط المباشر بين المرضين وسرعتهما الهائلة في الانتشار وما يمثله من عبء على النظام الصحي. But this journey, what we talk about at Novo Nordisk, is revolving around a purpose to drive our sustainable aspirations. What we internally talk about is our ambition is to drive change, not only to defeat diabetes and other chronic diseases, but also do it in a very sustainable way. And for us, the sustainable way is triangulated around three areas. That we are socially responsible, that we try and responsibly solve some of the issues with healthcare professionals and the media and the public in a way where we can not only look at our products, but also try and do it in a much more responsible way. That while we do this, we are doing this in an environmentally friendly approach. That means some of the good examples that we have internally, be it through our products, or through our production facilities, Novo Nordisk aims to have what we call as a circular for zero to achieve zero emissions into the environment in a few years from now. And while doing that, we'll also ensure that we are financially viable, that we are able to deliver our products in the remotest part of the world and to a population which can really achieve what we would like to do when we reach out to markets like Saudi. إن غايتنا في نوفو نوردسك هي ما تدفع وتحرك طموحنا القابل للاستمرارية. وقد تمركزت رؤية نوفو نوردسك عبر السنوات على مثلث قائم على ثلاثة أركان للمسؤولية. تبدأ بالمسؤولية نحو البيئة، وهو ما دفع نوفو نوردسك إلى الإصرار على أن تكون كل مرافقها ومرافق إنتاجها قائمة على طاقة متجددة، وهناك التزام بالوصول إلى نقطة الصفر من ناحية الانبعاثات الكربونية في البيئة، وهي بهذا تساهم وتضرب مثلا كبيرا في المسؤولية البيئية. وهي في نفس الوقت مسؤولة ماديا أمام المساهمين في الشركة لضمان استمرارية الشركة وأدائها المالي الجيد. ولكن ذلك لا يعني أن الشركة تغفل جانب مسؤوليتها الاجتماعية في توصيل الأدوية للأمراض المزمنة إلى المناطق الأكثر احتياجاً حول العالم. ومعروف لدى الجميع في المجتمع الطبي أو المجتمع الممارسين الصحيين مدى التزام نوفو نوردسك بتوصيل أدويتها إلى المناطق الأقل حظاً في الموارد المادية. وهو ما دفع نوفو نوردسك أيضاً إلى الاستمرار في محاربة وتغيير الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكر. But we all know diabetes and obesity are both emergencies in slow motion. When we say an emergency in slow motion, there are a lot of people who get afflicted by it, but very few know that it is going to have an impact on the society for the long term. While there are a large number of people with obesity, the sad part is this number is also going to increase 20 to 20, 30 years from now. And sadly, if you see the obesity burden, many of these patients are afflicted early, and also most of them are also equally distributed between male and female. Obesity and diabetes together is a double danger. It not only cripples the person with the disorder, but also afflicts many other organs that you see. So this is where we believe that together in our partnership with healthcare professionals, we can reach out and make a difference.
إن كل من السمنة والسكري هي طوارئ تسير بخطى بطيئة، وهذا الخطر الزاحف يتزايد يوما بعد يوم. ومن المؤسف أن نعرف أن واحد من بين كل 6 سعوديين يعاني من السكر، وهذا معناه أنه هناك ما يقرب من 4 مليون يعيش على هذه الأرض يعاني من مرض السكر. ومن المؤسف أيضا أن نعلم أن هذه الأعداد محكوم عليها بالتضاعف بحلول عام 2045، وهذا يعني وصول ما يقرب من 8 مليون مريض يعاني من مرض السكر. وليس خافيا أيضا أن السمنة أكثر انتشارا، فمؤشر كتلة الجسم الذي يقترب من 29 من 30 على هذا المعيار، هناك ما يقارب 29% من السيدات في السعودية يعاني من هذا الأمر، ومتوسط العمر في 38 عاما يعاني من السمنة بنسبة تصل إلى 41% من إجمالي السيدات في المملكة. وليس خافيا أيضا الارتباط الوثيق بين كل من السمنة والسكري بتعقيدات صحية أكثر خطورة مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وبعض أنواع السرطان. But the burden of obesity in Saudi Arabia is really huge. If we see, Saudi has not only got adult obesity, but also a far outreach when you look at children with obesity. 1 out of 5 children or adolescents are suffering from this disorder. And by far, this burden is probably one of the highest that you could see across the globe. إن السمنة سواء في الكبار أو في المراهقين هو عبء عظيم على المملكة العربية السعودية. فواحد من كل 3 بالغين سعوديين يعاني من السمنة. واحد من كل 5 مراهقين يعاني من نفس المرض. وهذا معناه مدى العبء الكبير الذي تمثله السمنة على المجتمع وعلى النظام الصحي ككل. So our focus, if you look at it, is on innovation, both around these 2 pillars of diabetes and obesity. And in the process, as an organization, our idea is to innovate to improve patient outcomes, which not only help in alleviating issues around obesity and diabetes, but also help us find a solution to complications which are revolving around these 2 disorders. إن تركيزنا في نوفو نورديسك ومحاولاتنا الإبداعية في مجالي السكري والسمنة لا تهدف فقط إلى تحسين نتائج أفضل بالنسبة للمرضى الذين يعانون من كلا المرضين أو أحدهما، ولكنها أيضا تقدم فوائد عظيمة في مجال الفشل الكلوي، في مجال أمراض القلب، وأيضا في مجال حديثا في مجال الكبد. So what we have with us, and if I have to say it, is a concluding element of my presentation, is that at Novo Nordisk we have this very wonderful approach called changing obesity. And for us, changing obesity is not only bringing in newer products into the market, but finding an holistic approach to reach out to our patients. That means we have the ability to create awareness, to build the capacity, and provide the right treatment at the right time. إن توجهنا في شركة نوفو نوردسك في محاولة تغيير السمنة لا يقتصر فقط على تقديم دواء هو الأحدث في العالم، وإنما هو التزام متكامل الأبعاد، يبدأ بالتوعية ورفع كفاءات الكادر الطبي، وينتهي بتقديم علاج آمن وفعال لمعالجة هذا المرض الخطير. So in the end, I would like to conclude by thanking you for this opportunity. And we all believe, as an organization, we not only are happy that we are launching a product with a new indication, but also more happier to say that we are here as an organization to help healthcare professionals to grow along with them, to understand the disorder better, but also provide a platform onto which where we can work together and reach out to the end user in a way which will help ultimately the patients to win. Thank you very much. اسمحوا لي مرة أخرى أن أشكر الجمعية على إتاحة هذه الفرصة، ونحن في هذا اليوم نعلن مرة أخرى عن توفر هذا العلاج
للمراهقين الذين يعانون من السمنة، والتزمنا مستمر ولا يقتصر على تقديم المرض، ولكن بالشراكة مع كل أعضاء المجتمع الطبي في محاولة لرفع الكفاءة وزيادة التوعية، أملاً في معالجة أو مقاومة هذا المرض الخطير. اسمحوا لي أن أشكركم مرة أخرى وأتمنى لكم اجتماع ممتع. شكراً. شكراً لكم، شكراً لكم دكتور ميلفن على هذه المحاضرة القيمة، ونشكر للشركة هذا الدور الفعال في متابعة أوضاع المصابين بالسمنة والاهتمام بهم. أيها السيدات والسادة، الآن يأتي دور التعرف على أهمية دور طبيب الأسرة في مكافحة السمنة، وذلك من خلال العرض التقديمي الذي سنستمع إليه وسنشاهده من سعادة نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع استشاري طب الأسرة الأستاذ الدكتور أشرف عبد القيوم أمير، فليتفضل مشكورا. تفضل دكتور أشرف، المايك لحضرتك 15 دقيقة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا. حقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق في تقديم ما هو مفيد لكل زملائنا في الإعلام وفي الصحافة، وإيصال رسالة قد تكون مهمة جدا لجميع أفراد مجتمعنا للوقاية من مرض، يعني مرض يعتبر مرض عضال بيلقي بظلاله على مجتمعنا. وأعتقد إن شاء الله بإذن الله في الدقائق القادمة راح نستمع إلى بعض المعلومات اللي قد تكون مهمة لمجتمعنا أنه يتلقاها ويتفاعل معها بإيجابية، ومن ثم يتغير سلوك مجتمعنا للأفضل. حقيقة في البداية أنا أشكر أخي سعادة الدكتور سامي عيد المشرف العام على فرع مكتب الجمعية بجدة لتحت هذه الفرصة. وقبل ما أبدأ محاضرتي أو الكلمة اللي راح أقولها، أحب أنوه بدور الجمعية السعودية لطب الأسرة على مستوى المملكة أنها جمعية رائدة زي ما ذكر أخي سعادة الدكتور سامي عيد. لا حقيقة ثلاثة أدوار مهمة في تطوير الخدمات الرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة لمجتمعنا. منها أول حاجة هي التدريب وتطوير كفاءة أداء الأطباء الأسرة والأطباء العموم على مستوى المملكة، وتقديم الحديث والجديد بالنسبة لهم حتى يتفاعلوا ويتفاعلوا بإيجابية مع المتغيرات الحديثة والكثيرة في مجال الطب بما يتعلق بالصحة العامة. لما أتكلم عن الصحة العامة هو ليس الجوانب العلاجية فقط، بل هي الجوانب الوقائية، وهي سلة من الخدمات الطبية الوقائية والعلاج والتأهيلي. هذا أحد أدوار الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالمملكة. الدور الآخر هو القيام بالمسؤولية المجتمعية وتقديم برامج موجهة لخدمة المجتمع عن طريق برامج وطنية كبيرة تهدف إلى الارتقاء بمفاهيم ثقافة الوعي الصحي عند أفراد المجتمع حتى يتحول سلوكهم إلى سلوكيات إيجابية، وبالتالي يتفاعل مع هذه المشاكل. ولعلها أحد المشاكل اللي راح نتكلم عنها اليوم هي السمنة، والتفاعل معها هو تخفيف نسبة المرضى بكم هائل المشاكل الصحية المرتبط بهذه الآفة أو بهذه المشكلة اللي هي السمنة. الجزء الأخير وهو الجزء المهم جدا هو لدور الجمعية هو في مجال الأبحاث والتعرف على المشاكل الصحية من خلال المناهج البحثية وإيجاد المنهجيات العلمية، وأيضا الرفع بالتوصيات لأصحاب الاختصاص من صانع القرار عندنا في وزارة الصحة وغيرها من القيادات، حتى نتبنى منهجيات جديدة لدعم النظام الصحي في المملكة بحيث يصبح نظام يعني فعال لاحتواء هذه المشاكل والتطوير بما يتواكب مع متطلبات مجتمعنا. هذه حقيقة أنا كنت حابب أقول هذه الكلمة بس عشان نبرز دور الجمعية الفعال في هذا الجانب. يمكن تواجدنا إحنا اليوم معكم إن شاء الله يثري هذا اللقاء، وبإذن الله نضيف أحد إضافات أنشطة الجمعية لهذا اللقاء العلمي المبارك بإذن الله. طبعاً اليوم إخواني وأخواتي الكرام، أنا راح أتكلم عن دور طبيب الأسرة في مكافحة السمنة، لكن قبل ما أتكلم خليني أتحدث أو أعطي مقدمة بسيطة. طبعاً إحنا كلنا نشهد خلال الثلاث عقود أو الأربع عقود الماضية تغيرات كبيرة جداً في نمطية المشاكل الصحية والأمراض. تحولت الأمراض برمتها بمجملها الكبير من أمراض معدية إلى أمراض غير معدية، وأصبحت الأمراض المعدية تلقي بظلالها على مجتمعنا
سواء المجتمع العالمي الكبير او مجتمعنا في 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 المملكه. فالمشاكل الصحيه اللي بنعاني منها وهذه اكثر اهتمامات الاطباء في التعامل معها، امراض السكر والضغط والكوليسترول وامراض القلب بما فيها الاورام وغيرها. وطبعا هذا التغير الكبير كان هو حقيقه، وانتشار هذه المشاكل الصحيه بمعدلات وبائيه كبيره كان هو حقيقه ضريبه لابد من دفعها في مقابل التحضر السريع اللي صار في كل المجتمعات العالمية بما فيها المجتمعات العربية والمجتمعات المحلية. وبالتالي نمطية الحياة اللي نعيشها، الحياة المتسارعة اللي فيها كثير من السرعة والحركة وفيها السرعة في أداء المهام والتغافل عن أنماط الحياة الصحية السليمة سواء في الحركة أو في الأنماط الغذائية أو حتى في التواصل الاجتماعي أو في التعامل مع المؤثرات النفسية، كلها ألقت بظلالها على تفاقم هذه المشاكل. لكن المهم في الموضوع حقيقة هو أنه في بعض المشاكل الصحية اللي هي تعتبر عوامل خطورة لمشاكل أكبر، يمكن التعامل مع هذه المشاكل الصحية بتغيير أنماط معيشية بسيطة جدا غير مكلفة إطلاقا، فهي في النهاية هو تعديل سلوكي فقط كل ما نحتاجه وليس تعديل دوائي أو علاجي. ومنها تيجي حاجتين مهمتين اللي هي السمنة والتدخين. السمنة والتدخين حقيقة هي عادات أو عادات سلوكية خاطئة، وبالتالي التعامل معها والإقلاع عنها والتحكم فيها بشكل جيد يحمي مجتمعاتنا ويحمي أسرنا ويحمي أفراد مجتمعنا من مشاكل كبيرة لها علاقة بالسكر والضغط وأمراض القلب والمشاكل الكبيرة اللي احنا راح نستعرضها. هذه هي المقدمة اللي أنا حبيت أقول، بس حبيت أيضا أشرح أو ألقي يعني الضوء على موضوع جدا مهم. لابد أن احنا نعرف إيش هو التعريف الحقيقي للطب. الطب عرف التعريف الحقيقي بأبو العلا أو أبو علي الحسن ابن سينا البخاري في كتاب القانون لابن سينا، عرف الطب وقال الطب هو حفظ صحة وبرء مرض. إذن حفظ الصحة تأتي بالدرجة الأولى وبرء المرض يأتي بالدرجة الثانية، إذن الوقاية تأتي بالمرحلة الأولى ويأتي بعدها علاج المرض. لكن للأسف في كثير من النظم الصحية أصبحت تركز فقط على الجوانب العلاجية وتهمل جوانب أخرى مهمة جدا، هو المراحل الاستباقية لحدوث المرض في مراحل مبكرة واكتشافها وتعزيز الصحة والتركيز على المعرضين للخطر وتعزيز الصحة في مراحل مبكرة، وبالتالي الحفاظ على صحة مجتمعنا لتمام الصحة وكمال العافية قبل دخولنا في المرض. فهذه يعني من الجوانب المهمة جدا اللي لابد من إحداث التغيير. يمكن نظامنا الصحي في المملكة اللي أطلق في 2017 تقريبا وهو الآن في حيز التنفيذ، يعني وجدت في نظامنا الصحي لأول مرة الجوانب الوقائية بشكل بارز وكانت محور أساسي في رسم سياسة هذا النظام الجديد، وأتوقع بإذن الله راح يكون له تبعيات جدا رائعة ونتاج قوي جدا في الحفاظ على صحة مجتمعنا بالتركيز على الجانب الوقائية بالإضافة إلى الجانب العلاجي. إذن الصحة الوقائية تأتي بالمرتبة الأولى قبل الصحة العلاجية. ويمكن هذا المفهوم اللي أنا بركز عليه اليوم هو اللي ذكره كريستين برنارد. كريستين برنارد هذا جراح قلب، أول جراح في جنوب أفريقيا أنقذ أو سوى أول عمليات زراعة القلب في العالم ونجح نجاح باهر. لكن بعد النجاحات الكبيرة هذه تراجع نفسه وقعد يفكر مع ذاته، هل اللي سواه هو هل هذا أفضل للمجتمع ولا كان في شيء آخر كان ممكن يكون أفضل؟ وقال كلمة المشهورة: بزراعة شرايين القلب أنقذت حياة أكثر من 150 شخص من الوفاة، لكن إذا كانت أتيحت له في الماضي التركيز على الطب الوقائي لكان بإمكانه إنقاذ أرواح أكثر من 150 مليون شخص. إذن هنا تيجي مفهوم ومردود الجوانب الوقائية، مردودها واسع كبير بتنتشر على مستويات واسعة في المجتمعات وتلقي بظلالها ومردودها على الصحة المجتمعية بشكل أكبر من مجرد التركيز على علاج المرض أو التعامل مع مضاعفات المرض. إذن إحنا نتحول من المستوى الثالث للتعامل مع الحالات المرضية في التعامل مع المضاعفات، وليس في المستوى الثاني اللي هو التعامل مع المرض، لكن هو في المستوى الأول من الوقاية اللي هو من خلاله تعزيز الصحة وتعزيز مفهوم العافية بالإضافة إلى حماية المعرضين للخطر والاكتشاف المبكر لعلامات الأولى للإصابة بكثير من المشاكل الصحية. إذن من هنا إخواني وأخواتي الكرام أنا راح أنطلق الآن بتعريف طبيب الأسرة. طبيب الأسرة هو طبيب بمواصفات مختلفة حقيقة، هو الطبيب اللي يتعامل مع المريض بنظرة شمولية. للأسف الأنظمة الصحية في كل مكان في العالم
النظام الصحي أصبح يفكك الإنسان إلى أجزاء مفككة، يفكك المريض إلى أجزاء متعددة مبعثرة متناثرة، وأصبحت الأقسام الموجودة في مستشفياتنا هي أقسام تعنى بالأعضاء وليس بالإنسان. ففي قسم الجهاز الهضمي، قسم القلب، هذه أعضاء فقط وليس الجهاز وليس الإنسان كوحدة متكاملة. يجي دور طبيب الأسرة اللي هو يركب هذه الأجزاء المفككة المبعثرة ويضعها في قالب الإنسان اللي له كيان وله اهتمام، له كيان وله قيمته الإنسانية، ويتعامل معه بنظرة شمولية. نظرة شمولية إذن هو يتعامل مع المريض بشكل متكامل، يقدم له الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، ويتعامل معه بمفهوم تعريف الصحة. الصحة هي حالة من التكامل الجسدي والنفسي والعقلي والروحي، وليس الخلو من المرض. إذن هذه العناصر الأربعة اللي بيركز عليها طبيب الأسرة، بيعالج الجسد، لكن في نفس الوقت الإنسان ليس فقط جسد بل أيضا عقل وروح، وبالتالي يوجه خدمات لها علاقة بالجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية والجوانب المادية وحتى الجوانب العقائدية. الجوانب الروحانية مهمة جدا في الشفاء من كثير من الأمراض. يراعي المتطلبات الصحية لمجتمعه، وبالتالي كل المتغيرات الجديدة اللي بيلحظها في مجتمعه زي السمنة بدأت تأخذ من حياة وبائية، أمراض القلب، مرض السوداء السكري، يبدأ يدق ناقوس الخطر ويبدأ يتحرك بشكل سريع من خلال إدراكه المبكر لهذه المشكلة ويتفاعل معها على المستوى الفردي أو حتى على المستوى المجتمعي، وإشعار أصحاب القرار بأهمية التدخل السريع لإنقاذ هذه النوعية من المشاكل الصحية. بيؤهل نفسه باستمرار للمواكبة الجديد، زي مثلا عندنا مشكلة الكوفيد الآن لنا سنة تقريبا فيها، تعلمنا الكثير من هذا الجائحة، وسقلنا من خبراتنا وأضفنا إلى مهاراتنا وإمكانياتنا الكم الكثير كأطباء أسرة، وصلنا نتعامل مع كم الهائل من متطلبات المريض وجميع أفراد المجتمع في هذه الجائحة من الجوانب النفسية والاجتماعية وأيضا الصحية والوقائية. عنده مهارات كبيرة جدا للتواصل على مستوى، عنده communication skills عالية جدا، وبالتالي يتفاعل بإيجابية ويكسب ثقة المريض، ويتفاعل ليس فقط مع المريض بل أيضا بجميع أفراد أسرته، ويكون هذا الكيان اللي من خلاله يصبح من يدافع ويحامي عن مصلحة هذه الأسرة بجميع أفرادها في المنظومة الصحية المعقدة. عنده مهارات كلينيكية عالية، يهتم بالإنسان وعنده كثير من الجانب الإنسانية، عنده يضع الجانب الإنسانية والشفقة والعطف والرحمة كجزء أساسي جدا في التعامل مع المرضى، بالذات المرضى اللي هم عندهم مشاكل صحية طويلة المدى مزمنة أو متأخرة وصلت إلى نهاية الحياة. يقدم الخدمات الوقائية لتعزيز الصحة، ويمكن هذا الجانب اللي أنا أضعه كنقطة أساسية. نتحدث اليوم عن السمنة، إذن السمنة لها مؤشرات ممكن التعامل معها، والسمنة بحد ذاتها هي مرحلة مبكرة لمشاكل متعددة في المستقبل، يمكن نعتبرها بالجوانب الوقائية وتعزيز الصحة وتغيير سلوكيات مجتمعنا نستطيع بإذن الله احتواء هذه المشكلة. يقدم خدمات صحية بجدوى اقتصادية، بحيث الطبيب المريض بيروح عند الطبيب يستطيع التعامل مع كم هائل من المشاكل الصحية تحت سقف واحد وفي عيادة واحدة ومع طبيب واحد، وبالتالي يوفر الهدر المادي الكبير من أنه المريض ينتقل من عيادة تخصصية لأخرى. يحافظ على استمرارية الرعاية للمريض، يبني علاقة طويلة المدى ممتدة بينه وبين مريضه قد تستمر طول الحياة، ليس فقط معه بل جميع أفراد أسرته، وهو ينسق لكل ما يحتاج المريض في خدماته إذا احتاج المريض إلى خدمات في 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 المنظومة الصحية. إذن خليني أتحدث الآن عن تعريف السمنة، لأنه هذا الجانب إحنا مفترض، طبعاً في تعريفات كثيرة ذكرت، يمكن أهم التعريفات اللي ذكرت هي تعريف منظمة الصحة العالمية اللي قالت السمنة هي عبارة عن تراكم مفرط. تراكم مفرط إذن هو تراكم زائد عن الحد الطبيعي للدهون، بيؤدي إلى نتائج وخيمة، إلى إلحاق الضرر بصحة الفرد، وهذا هو النتاج اللي إحنا بنشوفه من السمنة، بتؤدي إلى السكر، إلى الكوليسترول، إلى أمراض القلب، إلى الأورام، إلى كثير من المشاكل الصحية اللي بتتأزم بالمريض إلى مراحل نهائية. الفيدرالية العالمية للسمنة عرفت السمنة مرض مزمن ذو طبيعة انتكاسية، إنه مرض مزمن الشخص اللي بيصاب بالسمنة عنده السمنة لفترة طويلة من حياته، ومن الصعب إنه يتخلص منها، وإذا تخلص منها بيرجع في حالات من الانتكاسة، إلا إذا كان تحت إشراف طبي معين أو إشراف فريق صحي متخصص في مساعدته في الإقلاع أو في التخلص من هذه المشكلة. طبعاً الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن السمنة هو بكل بساطة نقدر نقول هو اختلال ما بين الطاقة المكتسبة
والطاقة المستهلكة. الطاقة المكتسبة هو ما يعني ما نتناول من أغذية وأطعمة بتعطينا السعرات الحرارية، والطاقة المستهلكة هي في صورة النشاط البدني والعضلي. فإذا تساوت الاثنين كان الوزن مثالي، لكن إذا زادت السعرات الحرارية المكتسبة فيتخزن في الجسم في صورة دهون متمركزة في أماكن معينة وتعطي الانطباع السمنة والبدانة عند المريض. أيضا في مجموعة كبيرة من الجمعيات اللي هي أكدت هذا المفهوم، الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة ومنظمة السمنة الكندية، الكلية الملكية البريطانية، المنظمة الأمريكية الطبية، كل هذه منظمات أعطت نفس الاهتمام ونفس التركيز على هذا المفهوم وهذا التعريف. أسباب السمنة، طبعا نعرف أن طبيعة النمط الغذائي للفرد والأسرة هو أكبر مسبب للسمنة. إذا كان النمط الغذائي غير صحي، سواء في الكمية أو في النوعية أو في نمطية الغذاء أو طريقة التعامل مع المواد الغذائية وطريقة اختيارها والفترات اللي بتأخذ من خلالها، هذه كلها من الأشياء المعروفة أنها أسباب للسمنة، وهذه أكثر الأسباب انتشاراً. قلة الممارسة، كل مجتمعاتنا الحالية الحديثة بتتميز بقلة الحركة، قدرة ممارسة الرياضة. الرياضة أصبحت جزء مهمل من حياتنا بسبب التسارع الكثير واهتمامنا بأشياء أخرى قد تكون لها يعني أسباب كثيرة من ارتباطنا بالأعمال وارتباطنا بالانشغالات اليومية. بعض الأمراض اللي هي ممكن أيضا تسبب السمنة ولعلها أشهرها عندنا في المملكة هي الغدة الدرقية وانتشاره أكثر عند السيدات. أيضا التهاب المفاصل بطريقة غير مباشرة بيؤدي إلى السمنة. التهاب المفاصل عند كبار السن بيعيق الحركة وبالتالي إعاقة الحركة بيسبب زيادة في الطاقة المكتسبة اللي في ما يقابلها زيادة أو تسارع في عملية فقدان السعرات الحرارية وبالتالي يزداد الوزن. بعض الأدوية زي مضادات الاكتئاب وأدوية السكر في بعضها اللي هي بتستخدم بتسبب زيادة في الوزن، أدوية الصرع وبعض وسائل اللي هو حبوب منع الحمل. طبعاً اختلال نظام النوم أيضاً بيسبب اضطرابات في الهرمونات، وهذه الاضطرابات في الهرمونات بتسبب اعتلال في مراكز الإشباع الموجودة في الهايبوثالاموس أو في الدماغ المركزي في أجزاء منه، وبالتالي بتزود الشهية وبالتالي يكون الشخص اللي عنده اضطراب في النوم عنده قابلية للزيادة في الأكل وبالتالي زيادة في السمنة. التقدم في العمر بتقل العمليات الحيوية وعمليات الأيضية، التمثيل الغذائي بيقل، العملية الاستقلاب بتضعف، فبالتالي بيصير في القابلية لتراكم هذه السعرات الحرارية في صورة دهون مشبعة وصورة. طبعا مهم لنا نعرف إيش هو معامل الكتلة أو نسبة الكتلة في الجسم. هذا مهم جدا عشان نعرف نقسم مستويات البدانة إلى مستويات حتى يستطيع كل فرد يعاني من السمنة يعرف في أي مستوى هو، بالتالي يضع لنفسه أهداف محددة مقننة حتى يصل بها إلى المستويات المثالية. فعندنا طبعا الوزن الطبيعي، طبعا هو معامل الكتلة هو الوزن بالكيلوغرام تقسيم الطول بالمتر المربع، وبالتالي بتعطينا المؤشرات انه في من 18.5 الى 24.9، هذا يعتبر وزن طبيعي وهذا الوزن المثالي، وهذا هو الهدف الاساسي اللي احنا نبغى نوصل به لكل افراد مجتمعنا سواء كانوا في مرحله زياده وزن او في السمنه والسمنه المفرطه. زياده الوزن هي ما بين 25 الى 29.9. السمنة الخفيفة، ولو أنه ما أحب أقول سمنة خفيفة لأنه لما نقولها للمرضى عادة بيعتبروها سمنة بسيطة يمكن تجاهلها والإغفال عنها، لا، هي سمنة من الدرجة الأولى، هي بداية لسمنة قد تصل إلى مراحل مفرطة. فالسمنة الخفيفة هي ما بين 30 إلى 34.9، السمنة من الدرجة الثانية أو المتوسطة من 35 إلى 39.9، وأكثر من 40 سمنة مفرطة إذا هي سمنة فيها إفراط وايضا مصحوبه بكثير من المشاكل الصحيه مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والامراض القلب كلها بتكون متمركزه ونسبه الاصابه فيها كبيره في هذه النوعيه من المرضى. السمنه ايضا مرتبطه بالعديد من المضاعفات. المضاعفات الاستقلابيه اللي هي خلل في التمثيل الغذائي داخل الجسم بسبب زياده الوزن، بيكون في تشحم كبدي، حصوات في المراره. كثير من السيدات والرجال أيضا بيصابوا بالعقم بسبب السمنة، مجرد تخفيف الوزن ترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي ويكون في قدرة إمكانية للحدوث الإنجاب. أمراض القلب والشرايين هي تعتبر المحور الأساسي للسمنة، بتؤثر بشكل كبير على الجهاز الوعائي والقلب،
جلطات القلب، ارتفاع دهون الدم، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الشرايين الانتاجية وتصلب الشرايين الانتاجية أيضا، الفشل الاحتقاني في القلب والجلطات الرئتين وجلطات الساقين. داء السكري من النوع الثاني أشهر مضاعفة للسمنة هو داء السكري من النوع الثاني، وأيضا مرحلة ما قبل الإصابة بداء السكري تخثرات الدم وجلطات القدمين. داء النقرس أيضا أورام كثيرة سرطانية وغيرها. في بعض الأشياء، بعض المشاكل الصحية الميكانيكية المرتبطة بالسمنة، وهو بسبب زيادة الوزن على المفاصل، فيصير في نوع من أنواع الإعاقة الحركية والتهابات مفصلية بتعيق حركة المريض أو الشخص المصاب بالسمنة، وبالتالي بتزداد الأمور وتتفاقم إلى مراحل يصبح مقعد ويصبح طريح الفراش، سلس البول، توقف التنفس أثناء النوم، هذه واحدة من الأشياء الشهيرة لما مع زيادة الوزن الرقبة بتصير فيها نوع من أنواع القصر، وبالتالي بيصير فيه انسداد ورجوع اللسان إلى الخلف، وبالتالي توقف التنفس أثناء النوم، ألم مزمنة في الظهر وغيرها. أيضا في نوع نفسي، مضاعفات نفسية للسمنة، السمين دائما بيصاب بالاكتئاب والقلق التوتري كنتاج لقلة الحركة وعدم قدرته على القيام بأعماله الحيوية. إذن السمنة، وهذه نقطة مهمة أبغى أوضحها، السمنة كثير من الناس يعتقدوا أنها مجرد ميزة أو صفة أو شكل معين يتسم به الشخص المصاب بالسمنة، لكن هي في الحقيقة مرض وليست فقط صفة. ليش؟ لأنه بتتخلل، بيصير عادة خلل وظيفي في أداء أعضاء متعددة في الجسم، وشفنا الأعضاء الكثيرة تتأثر بالسمنة متعددة، وبالتالي هو أحد هذه أحد صفات المرض، لها أعراض ومؤشرات واعتلالات سريرية. اللي عنده السمنة دائما يعني بيتردد على المستشفى بشكل كبير وبشكل متكرر، بيصاب ببعض المشاكل الصحية اللي تحتاج إلى دخول الطوارئ والعناية المركزة، بتؤدي إلى مضاعفات والوفاة زي ما احنا شفنا. إنه أمراض القلب وتصلب الشرايين أكثر يعني معدلتها كبيرة جدا عند الأشخاص اللي بيعانوا من السمنة، وطبعا في النهاية بتفقد صاحبة التمتع برفاهية الحياة، إنه ما عنده قدرة للحركة، يعني ما عنده إمكانية إنه يشارك في كثير من الأنشطة والمناشط اليومية غيره. طبعا التعرف على السمنة كمرض، كانت عندنا أحد الدراسات اللي نشرت في 2019، يمكن هذه من الدراسات الجميلة اللي حبيت أستعرضها، اسمها الأكشن International Observations. هذه كانت فيها 11 دولة تقريبا، كان من ضمنها المملكة العربية السعودية، وكان الهدف منها استطلاع الرأي المرضى اللي عندهم السمنة والمقدمين للخدمة اللي بيتعامل مع بعض السمنة، هل يعتقدوا أنه السمنة هي مرض ولا هي ما هي مرض؟ فوجدوا أنه 68% من الأشخاص اللي عندهم سمنة في المملكة عارفين أنه السمنة عبارة عن مرض، لكن إذا في عندنا عدد كبير لا يقل عن 22% أو 32% ما عندهم هذه المعلومة، وبالتالي ما عندهم الطريقة مثلى في التعامل مع هذه المشكلة وتلقي العلاج والتوجه إلى أصحاب الاختصاص لعلاج هذه المشكلة. وللأسف في المقابل أيضا 62% من مقدمي الخدمات الطبية بيعتقدوا فقط أنه السمنة مرض. إذا في عندنا مشكلة في أعداد كبيرة قد تصل إلى حوالي 38% من مقدمي الخدمة من أطباء وغيرهم يعتقدون أن هذه سمة أو صفة يعني لا تحتاج إلى كثير من التدخل. وطبعا احنا عارفين أن السمنة يعني لها تحديات كبيرة جدا في صورة أنه يعني أنه ما للأسف ما عندنا معايير في الخدمات الطبية بتعنى بهذه الفئة من الناس كمنهجيات، يمكن هذه واحدة من الأشياء اللي هي مطلوبة الآن، إيجاد منهجيات وبروتوكولات للتعامل مع مرضى السمنة حتى نوحد آلية التعامل مع المرضى على مستوى النظام الصحي بجميع فئات، على مستوى الرعاية الصحية الأولية أو المستوى الثانوية في المستشفيات أو حتى في المدن الطبية. العلاجات الموجودة عندنا لعلاج السمنة محدودة، وهذا أحد التحديات. أيضا التدريب الطبي للمتدربين والأطباء وغيرهم من العاملين محدود أيضا في مجال السمنة، وللأسف ما عندنا تخصص سمنة أو تخصص واحد يعنى بالسمنة، فإذا مشكلة السمنة بتعالج من مجموعة كبيرة من التخصصات، ويضيع المريض بين هذه التخصصات. وأيضا المجتمع كمان بيميل في بعض الأحيان إلى التفرقة، بالذات عند الأطفال أو عند المراهقين. في أشرف بس أذكرك بالوقت، الله يرضى عليك. طيب أوكي أنا طيب هتكلم سريعا. طبعا زيادة الوزن والسمنة عالميا في 2016 يمكن كانت هذه أحد السنوات المهمة
اللي وجدوا فيها العلماء انه حوالي نصف البالغين في الكره الارضيه عندهم سمنه، سواء زياده في الوزن حوالي 39 او سمنه حوالي 13%، وهذه واحده من المشاكل الكبيره. السمنه في العالم في 2016 كانت بمعدلات كبيره، اكثر من 35% كانت في امريكا وفي المملكه العربيه وفي دول الخليج. دول الخليج زي ما احنا شايفين انه نسبه السمنه فيها عاليه جدا بكل مؤشراتها، سواء كانت في زياده الوزن او في السمنه او حتى السمنه المفرطه بسبب طبيعه الحياه والتأول. معدلات السمنه في المملكه بالمقارنه بالمعدلات العالميه، السمنه عند الاناث في المعدل كمعدل عالمي 14.5، فعندنا عند السمنه في الاناث في المملكه 42، يعني في عندنا حوالي ضعفين المعدلات العالمية. السمنة عند الرجال عالميا هي 11%، لكن عندنا في المملكة وصلت 30%، إذا 3 أضعاف. إذا عندنا مؤشرات خطيرة. يمكن هذا برنامج التحول الوطني اللي هدفت له البرنامج التحول الوطني، وكان أحد البرامج هو التحول الوطني في الرؤية 2030، اللي كان من ضمنها دور وزارة الصحة في استحداث 13 هدف استراتيجي، وكان أحد الأهداف الأساسية حقيقة، وأعتقد هذا اللي راح يحدث التغيير الكبير، هو تحسين الصحة العامة بالتركيز على الخدمات الموجهة لشيئين فقط، هو التدخين والسمنة. إذا في تركيز كبير، وطبعا على حسب الإحصاء والعلاجات، الخدمات الموجهة لهذه النوعية من المشاكل ليست فقط علاجية بل أيضا وقائية. حسب الإحصائيات الأخيرة حقت وزارة الصحة في سنة 2020، معدل السمنة هو 59% للسعوديين فوق ال 15 سنة. السمنة الفعلية اللي هي السمنة ما فوق زيادة الوزن هي 28%، وزيادة الوزن 31%. كلنا نعرف أنه تخفيض الوزن بيخفف من مضاعفات السمنة، سواء في تخفيض نسبة الإصابة بداء السكري، أمراض القلب، دهون الدم، ضغط الدم، التوقف التنفس أثناء النوم، وغير المشاكل الصحية. إذن بس أقول سريع إيش هو دور الطبيب الأسرة في مكافحة السمنة. هو بيكتشف السمنة في مراحل مبكرة، عنده آليات وعنده مهارات، يعمل من خلال فريق عمل وتكامل لعلاج السمنة، يعالج السمنة بنظرة شمولية، ويمكن هذه أحد النقاط القوة عند طبيب الأسرة، لأنه المريض يحتاج إلى التكامل في العلاج العلاجي والنفسي والسلوكي وغيره، بيحسب عوامل الخطورة المصاحبة، سواء كان في احتمالية لإصابة بداء السكري أو أمراض القلب أو غيره، يعزز الدعم النفسي والاجتماعي، عنده مهارات للقيام بهذه الأمور، يتعامل مع جميع أفراد الأسرة، وأيضا الأفراد الأسرة اللي هم ينتموا إلى شخص سمين يتشاركوا مع هذا الشخص في نفس العوامل الوراثية، وتعامل ويتشاركوا معه في نفس العوامل البيئية، وبالتالي راح يصبحوا من فئة الناس المصابين بالسمنة في مراحل متأخرة. يساعد على تطوير النمط السلوكي، يثقف المجتمع ويعزز الصحة، بينسق مع المريض الانتقال من مستوى أولي إلى مستويات أخرى، بيجري الأبحاث ويرفع بالتوصيات، وهذا الدور اللي احنا بنسويه في الجمعية السعودية لطب الأسرة. وبهذا أختم وأشكركم جزيل الشكر على وقتكم، وأتمنى أن أكون أضفت لكم إضافة قد تكون بسيطة لكن إن شاء الله تكون مثمرة بإذن الله. شكرا لكم. شكرا لكم بروفيسور أشرف أمير على هذا العرض المتميز والشيق، والذي استفدت منه أنا شخصيا، وأعتقد أنه الكل كان مستمتع بهذه المحاضرة القيمة. أما الآن سيداتي سادتي، فيسرني دعوة سعادة الدكتور بسام بن عباس، استشاري طب الأطفال والغدد الصماء بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، لتقديم محاضرته التي ستكون بعنوان السمنة عند المراهقين في المملكة العربية السعودية. تفضل دكتور بسام، وأمامك 15 دقيقة إذا ممكن. طيب، بداية أحاول أني أسوي مشاركة مع سلايدات حقتي، ما أدري واضحة. طيب ممتاز، خلينا نشوف. أيوة ممتاز. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه بجزيل الشكر لأخي الأستاذ حسن البهكلي، وأيضا زملائي الأطباء الدكتور سامي عيد والدكتور أشرف أمير والدكتور ميلفن من شركة نوفو نوردكس، وأيضا الشكر موصول للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع على هذه الاستضافة التي أرجو أن تعود بالفائدة للإخوة المشاركين، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لإخوتي الصحفيين المشاركين في هذا المؤتمر الصحفي.
أنا سألقي الضوء على جزئية أو شريحة من مجتمعنا الغالي وهم الأطفال والمراهقين. وحقيقة الدكتور أشرف أمير تحدث وأسهب وأجمل بالحديث حول السمنة وزيادة الوزن في البالغين، ولكن أنا سأتحدث عن الأطفال والمراهقين. وأيضاً أود أن أشير أن نسب زيادة الوزن في البالغين قد تكون هي حصيلة زيادة الوزن لدى الأطفال والمراهقين، لأن جميع الدراسات أوضحت وأشارت أن الأطفال زائدي الوزن وأيضاً المراهقين المصابين بزيادة الوزن والسمنة أغلبيتهم يستمر أو تستمر معهم هذه المشكلة، وهي مشكلة زيادة الوزن والسمنة. لذا كما أشار أخي الدكتور أشرف أمير أن الوقاية هي أساس العلاج، والوقاية لا تبدأ في الواقع من البالغين، ولكن تبدأ منذ الصغر. فالطفل المصاب بزيادة الوزن أو بالسمنة وأيضاً المراهق المصاب بزيادة الوزن أو بالسمنة يجب إدراك وتدارك الأمر في حينه وفي مراحله الأولى وفي أعوامه الأولى، حتى لا يتفاقم الأمر ويستمر في مرحلة الطفولة ويتعداها إلى مرحلة ما بعد الطفولة ومرحلة البلوغ. فالعملية مستمرة من مرحلة الطفولة إلى ما بعد مرحلة الطفولة. كما أشار أخي الدكتور ميلبن من شركة نوفو نورديكس بأن مشكلة السمنة وزيادة الوزن هي مشكلة صحية عالمية متفاقمة، لا تصيب البالغين ولكن أيضاً تصيب الأطفال. فالإحصائيات من منظمة الصحة العالمية تشير أن تقريباً 40 مليون طفل مصاب بالبدانة، كما أشار أخي الدكتور أشرف وأوضح بأن هناك فرق بين البدانة وبين زيادة الوزن. هنا تشير الإحصائيات من منظمة الصحة العالمية أن هناك 40 مليون طفل مصاب بالبدانة لمن هم أقل من 5 أعوام. وبالمقابل هناك عدد كبير جداً من اليافعين إن صح التعبير والأطفال مصابين بزيادة بالبدانة بين عمر 5 سنوات و 18 سنة. فزيادة الوزن هي مشكلة كما ذكرت تبدأ ليس فقط من بعد مرحلة الطفولة، ولكن قد تبدأ من مرحلة الطفولة. هذه حجم المشكلة في جميع مناطق العالم. أشار أخي الدكتور أشرف أمير بخصوص زيادة الوزن ونسب حدوثها عالمياً في البالغين، ولكن أيضاً حجم المشكلة تقع أيضاً في الأطفال وأيضاً في اليافعين. وكما تشير هذه الشريحة أن هناك كما ترون أن هناك ألوان مختلفة وكل لون يدل على نسبة معينة. الذي يهمنا طبعا في المملكة العربية السعودية أن نسبة زيادة الوزن تتراوح بين اليافعين، وأقصد اليافعين ما بين 10 سنوات أو 12 سنة و 18 سنة، وأيضا الأطفال بين 15 إلى تقريبا 20%، وهذه أحد النسب الحديثة، وهي تختلف في الواقع عن النسب في الماضي، وسنشير إلى النسب في الأعوام الماضية. هذه دراسة محلية تشير إلى حجم المشكلة، مشكلة زيادة الوزن وأيضاً مشكلة السمنة في الأطفال وفي اليافعين. إذا نظرنا إلى هذه الشريحة وفي الأعوام السابقة في بداية التسعينات إن صح التعبير، فنجد أن السمنة تقريباً 10%، ولكن بعد مرور تقريباً 20 سنة أو حولها زادت السمنة وتضاعفت من 10% إلى تقريباً 20% بين الأطفال واليافعين. هنا الحديث عن السمنة، أما الحديث عن زيادة الوزن ويتختلف عن السمنة كما أشار أخي الدكتور أشرف، فهي كانت تقريباً في بداية التسعينات 20%، هنا الحديث عن زيادة الوزن وأصبحت تقريباً تقارب 40%. فيمكننا القول أن الأطفال واليافعين 40% منهم في الوقت الحالي مصاب أو يعاني من زيادة الوزن، وأن هناك تقريباً 20% منهم مصاب بالسمنة. فالمشكلة كبيرة جداً حجماً، والأكثر قلقاً أنها متفاقمة. وكما أشارت جميع الحقيقة منظمات الصحة العالمية، سواء منظمة الصحة العالمية كمنظمة عامة أو المنظمات التي تختص بأمراض الغدد الصماء والهرمونات، أشارت إلى أن مشكلة زيادة الوزن من وجهة نظر هذه الجهات الصحية هي مشكلة مجتمعية
متفاقمة. كما أشار أخي الدكتور أشرف، هناك طريقة سهلة يتعرف بها الشخص العادي حول السمنة. فتعريف السمنة وهو التعريف المعتاد هو التجمع غير الطبيعي أو التجمع المفرط للدهون في الجسم الذي يصاحبه بعض السلبيات الصحية. ولكن أيضاً يستطيع الإنسان العام وغير المختص حساب ما يعرف بمؤشر كتلة الجسم. فالعملية ليست معجزة للإنسان، فهو عبارة عن حصيلة الوزن مقسوماً على مربع الطول، وهنا مربع الطول يقاس بالمتر وليس بالسنتيمتر. وهذه المقاييس على الجزء الأيمن من هذه الشريحة توضح أن السمنة إذا كانت مؤشر الكتلة أكثر من 30، وإذا تفاقم الأمر تسمى هذه السمنة درجة أولى ودرجة ثانية وحتى درجة رابعة. فالأمر سهل للإنسان غير المختص معرفة ما هي مؤشر كتلة الجسم لديه. أسباب السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال في الواقع لا تختلف كثيراً عن الكبار، فهناك بعض المشاكل الهرمونية وإن كانت نادرة. الكثير يعتقد خطأً أن مثلاً نقص إفراز الغدة الدرقية أو زيادة إفراز الغدة الكظرية هي من المسببات الأكثر شيوعاً التي تسبب زيادة الوزن. ونحن في عيادة الغدة الصماء نتلقى هذه التحويلات بشكل متكرر، يقال أن هذا الشخص زائد الوزن أو مصاب بالسمنة الخلل هرموني، وهذا غير صحيح. في الواقع المشاكل الهرمونية لا تشكل إلا 3% من مسببات زيادة الوزن، وهنا الغدد الصماء وهنا الهرمونات مظلومة في هذا الاعتبار. فزيادة الوزن كما أشار إخوتي الأفاضل أنها أسبابها تقريبا خارجية، والمقصود بكلمة خارجية هي أنها غير مرضية، أي أن معظم أسباب السمنة وزيادة الوزن هي أمراض غير مرضية غير عضوية يكون سببها سببين في الواقع: قلة الحركة وأيضا كثرة تناول الطعام. طبعا هناك أسباب وراثية يعاني منها بعض الأطفال كخلل في الجينات، ولكنها أسباب نادرة. وهناك أسباب نفسية تؤدي إلى زيادة الوزن، وهي تدخل الإنسان البدين في حلقة مغلقة، بمعنى أن الأسباب النفسية أو المشاكل النفسية تؤدي إلى زيادة الوزن، وزيادة الوزن تؤدي إلى مشاكل نفسية. فهذه الحلقة المغلقة يجب أن تكسر، وذلك بخفض الوزن والعناية بالوزن. طبعاً هناك أسباب دوائية وأشار عليها لها الدكتور أشرف، وأيضاً هناك أسباب عصبية أو نخامية. بعجالة فقط حتى لا نكرر ما قيل، فأسباب السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال والمراهقين الوراثية، وهي نادرة الحدوث كما تشير هذه الشريحة، أنها من الأسباب التي تشكل أقل من 1% من الحالات. فقد يكون عند الإنسان خلل جيني، أي أنه قد يكون عنده عطب جيني في بعض البروتينات أو في بعض المستقبلات، ولكن هي كما ذكرت أسباب نادرة الحدوث. هناك بعض المتلازمات، والمقصود هنا بالمتلازمات يعني بعض الأمراض التي وصفها بعض الأطباء في السابق، ومنها متلازمة برادر ويلي، منها متلازمة لورنس مون بيدل مثلا، أيضا هذه من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن في الأطفال، ولكن أيضا هي من الأسباب النادرة. وتكون السمنة الوراثية، والمقصود هنا بالسمنة الوراثية ليست بسبب خلل جيني محدد، ولكن الاستعداد الوراثي هو قد يكون أحد أهم الأسباب لدى الأشخاص الذين عندهم الاستعداد الوراثي، ويقابل هذا الاستعداد الوراثي عوامل بيئية خارجية كما ذكرت سابقا: قلة الحركة وكثرة تناول السعرات الحرارية. هذه أسباب الهرمونية إن صح التعبير لزيادة الوزن. تتعدى 3 أسباب، وهي زيادة إفراز الغدة الكظرية أو كسل الغدة الدرقية أو نقص هرمون النمو. ويستطيع طبيب الأطفال وأيضا يستطيع العامة معرفة إذا كان الشخص هذا يعاني من مشاكل هرمونية أو لا يعاني من مشاكل هرمونية بمجرد النظر على طول هذا الطفل. إذا كان هذا الطفل يعاني من قصر النمو الطولي وزيادة الوزن، قد إنه هذه المؤشرين يؤشران إلى أن هذا الشخص قد يكون عنده خلل هرموني، لأن غالبية أسباب الهرمونية لزيادة الوزن والسمنة تؤدي إلى ضعف النمو. هذه الأسباب العصبية التي أشير لها من قبل
كمسببات لزيادة الوزن، وهي أيضا تنطبق على الأطفال والمراهقين، ومنها إصابات المخ، ومنها التهابات المخ، ومنها أورام المخ، ومنها أيضا تعرض المخ للأشعاعات العلاجية، وهي كلها في الواقع أسباب نادرة الحدوث، وإن كنا نشاهدها في عيارة الغدد الصماء والهرمونات بسبب التخصص وليس بسبب انتشار هذه الأسباب. وخلل الغدة النخامية أيضا من الأسباب النادرة التي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال. ولكن يبقى السببين أو يبقى السببان الأكثر حدوثا، وهو عدم ممارسة الرياضة وتناول الغذاء المفرط، وخاصة الغذاء غير الصحي الذي انتشر بين اليافعين وانتشر للأسف بين أطفالنا. هذه فقط قائمة بالأدوية التي تسبب زيادة الوزن وخاصة في الأطفال، وأكثر الأدوية التي تسبب ذلك هو علاج الكورتيزول، وهو علاج يفرز أصلاً طبيعياً من الغدة الكظرية، ولكن قد يستخدم كعلاج في كثير من الأمراض، منها الأمراض الروماتيزمية، ومنها الأمراض كالأورام وغيرها. وأيضاً الأدوية الاكتئاب والأدوية النفسية والشنج أيضاً قد تؤدي إلى زيادة الوزن. هنا أيضاً أريد أن أتوقف حول الإنسولين. كثير من الناس يعتقد خطأً أن الإنسولين أحد أهم أسباب زيادة الوزن، والبعض قد أنه يتوقف عن استخدام الإنسولين، أو أن البعض حتى الأطباء قد يؤجل استخدام الإنسولين خشية أنه يسبب زيادة الوزن. وفي واقع الأمر أن الإنسولين كعلاج لا يسبب زيادة الوزن إلا إذا أسيء استخدامه، وكان عند هذا الشخص انخفاضات متكررة تحثه على الأكل. ولكن هنا لنا وقفة مع الإنسولين. الإنسولين هو علاج أوحد لمرض السكر النوع الأول وخاصة للأطفال، وهو علاج مناسب لمرض السكر النوع الثاني إن لم يستجيبوا للعلاجات الفموية الدوائية. فلا ننظر إلى الإنسولين كمسبب رئيس لزيادة الوزن، وبالتالي نتقاعس أطباءً وأفراداً عن البدء باستخدام الإنسولين. هذه النقطة التي أود أن أشير لها أن مستقبل الأطفال المراهقين والأطفال الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن، في الواقع غالبية هذه الأطفال وقد تصل النسبة إلى 80% أو أكثر سيعاني من السمنة في مرحلة ما بعد البلوغ، وهذا الشريحة هي في الواقع دافع للأهالي ولنا جميعا لوضع حد لزيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال. ذكر أخي الدكتور أشرف تبعات إن صح التعبير السمنة وزيادة الوزن على الأطفال وعلى البالغين، وهي لا تختلف عن الأطفال والمراهقين. فبلا شك أن زيادة الوزن تؤدي إلى زيادة الضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب وزيادة الدهون وتليف الكبد، وأيضا مرض السكري ومرحلة ما قبل السكري، وأيضا قد تؤدي إلى ما يعرف بالانزلاق العظمي في الورك. ولكن عندي توقف هنا مع تقطع أو انقطاع التنفس أثناء النوم، فزيادة الوزن من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وهذا قد يؤدي إلى تبعات سلبية على تركيز الطفل وعلى التحصيل العلمي لهذا الطفل. فزيادة الوزن قد تؤدي إلى انقطاع التنفس وقلة الأكسجين، فهذه أحد أهم الدوافع لدى الطبيب ولدى العامة إلى علاج والوقاية من زيادة الوزن لدى الأطفال. هنا نقطة أيضا ذكرها أخي الدكتور أشرف حين ذكر المشاكل النفسية لزيادة الوزن. الدراسات أوضحت ذلك، أن الطفل المصاب بزيادة الوزن وأن المراهق المصاب بالسمنة هو عرضة في الواقع للتنمر، وهو عرضة للاكتئاب، وهو عرضة لمحاولة الانتحار، وأيضا للسخرية منه. لذا العلاج المتكامل إن صح التعبير لزائدي الوزن والسمنة لا يكتفي بالطبيب الأطفال أو طبيب الهرمونات أو طبيب الغدد الصماء، ولكن لابد أن يكون هناك مشارك مع هذه المجموعة الطيبة، لابد أن يكون هناك مرشد نفسي صحي لهذا الطفل لاكتشاف المشاكل النفسية في بدايتها. الخيارات كما ذكر أخي الدكتور أشرف، الخيارات محدودة للأسف، ويبقى الخيار الأمثل هو الوقاية. والوقاية تبدأ بالغذاء وتبدأ بالرياضة وتستمر بالغذاء وبالرياضة وإن توفر العلاج،
نعم توفر لنا بعض العلاجات التي أثبتت الدراسات جدواها، فهي تنقص الوزن بنسبة قد تصل إلى 10% كباراً وصغاراً. والآن إدارة الدواء الغذاء الأمريكية وأيضاً الهيئة العامة للدواء والغذاء السعودية أقرت استخدام بعض العلاجات كمثال ذلك للليريغلوتايد، لكن لا يستخدم هذا العلاج بمعزل عن الغذاء المنتظم أو عن الرياضة المنتظمة. ويبقى العلاج الجراحي بخصوص الأطفال، وإن كان يطبق لمن هم يعانون من زيادة مفرطة بالوزن، ولكن يبقى خيار مخطور نوعا ما غير معلوم العواقب في المستقبل. بدأ الكثير من إخواننا وزملائنا أطباء الجراحة بالعمل الجراحي لهؤلاء الأطفال، وأيضا قامت الجمعيات بوضع معايير معينة للانتقال إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة إن صح التعبير الجراحية للمعدة وتصغير المعدة، ولكن ما زال أطباء الأطفال على تخوف من اللجوء إلى هذه الوسيلة الجراحية التي كما ذكرت مستقبلها حتى الآن لم تتضح صورته. لذا نعود إلى كما يقال المربع الأول، وهو الغذاء وهو الرياضة وهو في الواقع الوقاية. وأشكركم جزيلا على استماعكم لي، وأرجو أن تكون هذه المعلومات دسمة بالمعلومات وليست دسمة بالسعرات الحرارية. شكرا جزيلا. نعم دكتور، هي دسمة بالمعلومات ودسمة وغنية تماما بكل ما هو مفيد وممتع، واستمتعنا جميعا بهذه المحاضرة. أيضا يعطيك ألف عافية للأخوة والأخوات المتحدثين والحضور الأفاضل. بعد استماعنا ومشاهدتنا واستمتاعنا حقيقة بما تم تقديمه في هذه الأمسية الطيبة، هذه الأمسية المباركة من أصحاب السعادة المتحدثين الأطباء المشاركين معنا في هذه الليلة. أدعو الآن الأخوة الأساتذة الصحفيين بفتح باب النقاش فيما يتعلق بمحاور هذا المؤتمر، وليسمح لي زملائي الأفاضل في البداية بأن يعني أسأل أو يعني أقدم أخي وزميلي الإعلامي سعادة الدكتور عبد الحفيظ يحيى خوجة، استشاري طب المجتمع والإعلام الصحي، عضو مجلس إدارة ملتقى الخبرات ورئيس الملحق الصحي بصحيفة الشرق الأوسط، والذي نتشرف بتواجده ومشاركته معنا اليوم كصحفي وكمسؤول. وأنا الآن أخذت دوره، كان المفروض هو في كل الندوات هو اللي بيقدم الندوات، ولكن اليوم أنا يعني زي ما يقولوا سطوت على دور الدكتور عبد الحفيظ، وهو يعني بيشاركنا بدوره كصحفي وكإعلامي وكمسؤول عن ملحق الشرق الأوسط. فأرجو من الدكتور عبد الحفيظ أنه يبدأ بتقديم أسئلته، وإذا كان عنده سؤال أو أكثر من سؤال فممكن يطرحها يعني جميع الأسئلة، وبالتالي إذا كان مثلا في نقاش لي من جميع المتحدثين أو من متحدث أو من اثنين. فتفضل دكتور عبد الحفيظ واستمع لأسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكرك أخي الفاضل وزميلي وزميل رحلة العمل في وزارة الصحة والآن في ملتقى الخبرات على جهودك الكبيرة التي قمت بها اليوم، وأهنئك على الإدارة الحكيمة الجميلة التي أبديتها في هذه الندوة متعددة الجوانب ومختلفة الحضور أيضا عما كنا نألفه سابقا في المؤتمرات العادية. لي كبير الشرف اليوم أن أكون بين زملائي الإعلاميين كإعلامي، ولست من طرف ملتقى الخبرات. الدكتور عبد الحفيظ خوجة استشاري طب المجتمع، وأتحدث بصفتي مسؤول تحرير ملحق صحتك بجريدة الشرق الأوسط. بداية أشكر الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ممثلة في مكتب جدة، وسعادة الدكتور سامي عيد على البرامج التي تتبنونها والحملات الصحية التي تهم في صميمها الإنسان وصحة الإنسان
ومنها هذا المؤتمر الصحفي الذي نعيشه هذه الأمسية، وهو حول موضوع يهمنا جميعا، موضوع السمنة التي أصبحت منتشرة في كل بيت. أنا أول الناس عندي سمنة في بيتي، وكلنا يمكن لا يخلو بيت، خاصة عندما نقول أن السمنة في الأطفال بشكل خاص قد انتشرت بنسبة 1 من كل 3 أو 4 أفراد يكون لديه السمنة. فقد أصبتم الهدف دكتور سامي، دكتور أشرف، في اختيار هذا الموضوع. أشكر شركة نوفو نورديسك على دعمها إقامة هذه المناسبة، وأيضاً لا يفوتني أن أشكر ملتقى الخبرات على هذا التنظيم الناجح والموفق لهذا الحدث المهم. أقول لكم جميعاً أصبتم الهدف إن شاء الله، وسيكون لهذه الندوة وهذا الاجتماع المبارك كبير الأثر لدينا كصحفيين وإعلاميين في توجيه الأنظار إلى هذه المشكلة وإلى تفاقمها في مجتمعنا، وكيف لنا أن نتخلص أو نتجنب أو نخفف من هذه الأزمة الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية والنفسية والمتعددة الجوانب على حياتنا بشكل عام. إذا تسمح لي أستاذ حسن، أنا عندي 3 أسئلة. سؤال للدكتور ميلفين، وآخر للدكتور أشرف، وثالث للدكتور بسام. فأبدأ بالسؤال الأول. أتفضل تبدأ بالسؤال الأول دكتور عبد الحفيظ. نعم. ويجاوب عليه الدكتور ميلفين، وبعد كذا السؤال الآخر للدكتور أشرف وكذا، يعني بعد إجابة الدكتور مثلا ميلفين تبدأ بسؤالك الدكتور أشرف. أشكرك، ذلك مناسب. أشكركم، وإن شاء الله تكون صدوركم يعني رحبة وتسع هذه الأسئلة. My question to Dr. Melvin De Souza. Novo Nordisk is one of the leader companies, and you have very active, or the company is very active in fighting obesity, with holding different campaigns, conferences, symposium, beside introducing medicine that help to reduce body weight in obese patients. My question to you, Dr. Melvin, if we are going to evaluate your efforts for the last few years, how you can say, do you win or still in the way in fighting our goal, obesity, in mainly in Saudi Arabia. سؤالي كان للدكتور ميلفين، إنه كيف نقيم الجهود التي تقوم بها شركة نوفو محاربة السمنة، كيف يقيمها؟ هل استطاعوا خلال هذه السنوات وهذا التركيز الكبير سواء بالحملات والمؤتمرات والندوات وأيضا بالأدوية التي تطرحها الشركة، هل استطاعوا أن يكسبوا المعركة ضد السمنة أم لا زالوا في الطريق؟ Yes, Dr. Melvin. Thank you, Dr. Abdulhafiz. First of all, thank you for the question. Like I've been talking about in my slides, for us at Novo Nordisk, this is a journey and a purpose. If you ask me, are we winning? I can only say we are on this journey where we would like to be at a place where we are much better than where we started 5 years back in this area of obesity. And when we say when we started in the area of obesity, our journey has been with the launch of a pharmacological treatment, no doubt. But we strongly believe that we will not be able to win this if we do not collaborate with societies like the Saudi Society for Family and Community Medicines and many other societies who can help us to reach and achieve our goals. And one of the things that we strongly believe within the company, and this is something that we would like to be honest partners. And honest partners also means that we are having the possibilities to have the right
infrastructure which can reach out not only to a larger group of healthcare professionals who treat obesity as a disease. And that is a starting point of us trying to solve an issue rather than saying that we're trying to win an issue, because at the end of the day, we know this is an emergency which is in slow motion. It continues the way it continues. It continues to ravage the society. And we need to find ways how we can find different touch points to try and slow down the curve. And if we are able to bend the curve, I think so, then we together with partners, healthcare professionals, societies, we'll be able to be in a much better place than where we are. We are not saying we have the magic bullet. What we can only say is that we can alleviate some of the issues and reach at a point where we can proudly say that we are able to bend the curve. And bending the curve for us is reducing the speed of the pandemic and having the possibilities to reach out to the masses in a much more responsible way. I request my colleague to translate. دكتور عبد الحفيظ، انت احتجت الترجمه ولا الاجابه؟ لا خلاص، انا بالنسبه لي خلاص كده كويس، عشان الوقت بس يمكن تتكرر الاسئله بعد كده، ولكن اذا بس ده تتكلموا علي معلش. عفوا دكتور عبد الحفيظ، محتاجين ترجمه للاخوان اللي معانا، فاذا كان ممكن في عجاله كده الاستاذ علي يترجم كونكلوجن. اي بالضبط. طيب، في البداية الرحلة طويلة لمقاومة السمنة، ونحن لا نعني بالفوز أن تحقق نوفو نوردسك مكاسب بقدر ما هو التزام لمواجهة هذا المرض، وهي رحلة طويلة الهدف منها هو تحويل المؤشر إلى السالب، بمعنى تحجيم زيادة الانتشار ومقاومته بشكل مستمر. وهذا الجهد لن تتمكن نوفو نوردسك منفردة بالقيام به، ولكن سوف تحقق هذا الهدف الكبير بمجهودات كل أطراف المنظومة الصحية، بجمعيات مثل الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، بالإعلاميين المسؤولين عن المجال الصحي، بنشر الوعي، وبمحاولة دفع مرض السمنة على الأجندة، على قائمة الأعمال، حتى يكون مرض معترف به، لأن هذا سوف يساهم في كثير من توحيد الجهود نحو مقاومة هذا المرض والحد من انتشاره. شكراً. شكراً. الآن السؤال الثاني إذا تسمح لي أستاذ حسن، أتوجه به إلى أخي سعادة الدكتور أشرف أمير. دكتور أشرف، أنا في سؤالي أحب إني أتطرق إلى الجانب العملي في الحياة، وأنت كطبيب، وخلينا يعني نتقمص الآن إحنا في العيادة، وأنت تواجه العديد ومختلف الحالات في عيادتك، وليكن المريض التالي اللي داخل عليك هو من أحد مرضاك القدامى المزمنين ومصاب بداء السكري من النوع الثاني، وهو تحت العلاج، والآن سوف تبدأ معه رحلة العلاج للسكري للسمنة، لأنه أيضا لديه السمنة، وسوف تختار له من ضمن الخيارات الخيار الدوائي والحقن، ولنفترض لراجلوتايد اللي ذكر في هذه الندوة. ما مدى احتمال تعرض المريض للدخول لا قدر الله in severe hypoglycemia أو انخفاض سكر الدم بدرجة كبيرة؟ هل هنالك احتمال عندما تدخل عليه الدواء الحديث؟ وكيف نتجنب هذه المضاعفة؟ المايك دكتور. شكرا جزيلا دكتور عبد الحفيظ على السؤال الجميل الرائع، اعتقد انه يمثل ويجسد يعني حالة حقيقية بنشوفها يعني بنتعامل معها بشكل يومي. طبعا اذا كان مريض السكري عنده سمنة، وهذا بتكون في مرحلة من مراحل المشكلة المرض، طبعا احنا بنعتمد على الجوانب اللاذوائية في تعزيز مفهوم النمط الغذائي والنمط الحركي للوصول للوزن المثالي،
بنخفق يعني بصير في اخفاقات في كثير من المرضى، وبالذات المرضى اللي احنا بنبدا معهم في بعض الاحيان الادويه اللي هي السلفونال يوريا اللي هي من خصائصها بتزود الوزن، وبعد كده بنلجا الى بعض الادويه او قبلها مثلا بنستخدم الميتفورمينز. الميتفورمينز منظم السكر بيخفض الوزن بشكل بسيط، لكن بعد كده بندخل في انواع اخرى نتدرج فيها حتى نصل الى الانسولين في بعض الاحيان، او نبدا في الجي ال بي 1 او اللي هي الادويه الحديثه اللي هي الليراجلوتايد. الليراجلوتايد هذه تعتبر من الادويه الحديثه اللي هي اضيفت على يعني وضعت على الطاوله عندنا كاطباء عشان نختار من مجموعه من الخيارات على اساس نصل بمزيج معين من المجموعه الدوائيه، بحيث ان كل الادويه هذه تشتغل بميكانيزم معين. احنا نعرف انه داء السكري يعني الباثوفيسيولوجي او المشكله اللي هي الفسيولوجيه اللي صايره فيها متعدده الجوانب، في منها شيء له علاقه بالبنكرياس، شيء له علاقه بالكلى، شيء له علاقه بالكبد وغيره. فطبعا اضافه الليراجلوتايد بتحقق ثلاثه او اربع اشياء بمعنى اصح. الليراجلوتايد بتشتغل على الساتيتي سنترز اللي هي مراكز الاشباع في الدماغ، بتضبط المراكز هذه وبالتالي بتحسس المريض انه عنده شبع او وما عنده رغبه في الاكل. تشتغل ايضا على سرعه افراغ المعده، فالمعده بتفرغ محتواها خلال 6 8 ساعات، بتخلي المعده تفرغ محتواها بعد 12 ساعه، وبالتالي عمليه الافراغ ما تكون سريعه، وبالتالي ما يكون في نهم في التناول. تشتغل على الكبد، بتخلي الكبد ما يطلع ماده الجلوكاجون اللي هي الماده المعقده السكريات المعقده، وبالتالي ترفع السكر. تشتغل ايضا على الخلايا لانجرهانز او البيتا سيلز اللي هي مسؤوله عن افراز الانسولين، وبالتالي بتكسر كميات كبيره من السكريات الموجوده. عرف عن هذه الأنواع من الأدوية أنها ما بتسبب هبوط في السكر بشكل واضح، ما هي زي أدوية السلفونيليوريا أو أدوية الإنسولين، وبالتالي هي تعتبر من الأدوية الآمنة إلى درجة ما إذا أحسن اختيارها بشكل جيد، وأحسن اختيارها في مزيج من أنواع أخرى من الأدوية. إلى الآن تعتبر من الأدوية الآمنة، بتعطي نتائج جدا ممتازة، وفي نفس الوقت أيضا الأدوية هذه بمجملها بمجموعة العائلة اللي فيها وجد انها تعطي حمايه للقلب وحمايه للكلى من تاثير مضاعفات السكري في التاثير على هذه الاعضاء على المدى الطويل. شكرا لكم. فهي في النهايه دكتور عبد الحميد يعني هي بنسميها الكستمايزيشن، احنا كيف نفصل الخطه العلاجيه بناء على المريض نفسه، كل مريض مختلف عن الثاني، ما في يعني زي ما بيقولوا one size is not fit for all، يعني ما في مقياس ينفع لكل المرضى، فكل واحد بتفصل له الخطه العلاجيه بناء على البروفايل حقه، وبالتالي تنجح الخطة إذا أحسن اختيار الأدوية بناء على حدث المريض. شكرا لك، بارك الله فيك. وفي الحقيقة يمكن هذه كانت زيادة عن المحاضرة اللي استمتعنا بها وقدمتها بأسلوب بسيط يا دكتور أشرف، كما عهدناك في محاضراتك موجهة للببليك وللمجتمع، غير خلافا للمحاضرة التي توجهها للزملاء الأطباء. شكرا لك. معليش برضو إن شاء الله ما أطلت عليكم. سؤال الثالث لكم أخي الكريم دكتور بسام بن عداس. في الحقيقة انتشرت السمنة بين الأطفال انتشار كبير في العالم كله، وكما ذكرت في المحاضرة هنالك ما يزيد عن 340 مليون طفل ومراهق في العالم مصابين بالسمنة. وفي المملكة نسبة السمنة لا أعتقد أنها تختلف عن نسبتها في أي دولة من دول العالم إن لم تكن في الجانب الأعلى، إذا نظرنا إلى العوامل الاجتماعية والخصائص لدينا في المجتمع الخليجي. إذا كان عندك مريض طفل من الفئة العمرية ما بين 8 إلى 18 سنة ولديه سمنة، على أي أساس تضع له خطة العلاج؟ وإذا اخترت الخيار العلاجي الدوائي، ما هي العوامل التي تدعوك لإعطاء هذا الخيار؟ شكرا جزيلا أخي الدكتور عبد الحفيظ على هذا السؤال الجيد الممتع، وهذا أيضا من أكثر الحالات التي تواجهني شخصيا في عيادة الغدد الصماء والسكري. أنا أنظر إلى زيادة الوزن كما ذكرت في محاضرتي أنها سببها الرئيس هو سبب خارجي، بمعنى هو ليس سبب عضوي وليس سبب مرضي،
فزيادة الوزن هو عبارة عن قلة حركة، وأيضاً هو زيادة في تناول السعرات الحرارية يقابلها بلا شك استعداد وراثي لدى هذا الطفل. هذه الطريقة التي أنظر فيها إلى الطفل بأن المشكلة هي ليست مشكلة مرضية وليست مشكلة عضوية، ولكن في نفس الوقت لابد للطبيب سواء كان طبيب أطفال أو طبيب متخصص في الغدد الصماء لابد من استبعاد الأمراض العضوية المرضية المسببة لزيادة الوزن، وذكرناها بعجالة صراحة، ومنها بعض أمراض الغدد الصماء. فيحاول الطبيب بصفة عامة استبعاد أو اكتشاف الأسباب المرضية العضوية وعلاجها. فمثلا على سبيل المثال نقص هرمون النمو يسبب زيادة في الوزن، والعلاج يكون بالتعويض بهرمون النمو. زيادة إفراز الغدة الكظرية تعالج إذا كان هناك سبب معين كورم أو كمشكلة مرضية في الغدة الكظرية تعالج بطريقة معينة مثلاً بعلاج أو بإزالة هذا المسبب. كسل الغدة الدرقية من أحد أهم المسببات لزيادة الوزن وتعالج أيضاً بالتعويض بهرمون الغدة الدرقية. طبعاً هناك أسباب عديدة كما ذكر أخي الدكتور أشرف أن السمنة هي ليست فقط صفة ولكنها هي مرض، والمرض هذا قد يكون له أسباب عديدة، فكل مرض أو كل سبب يعالج بطريقة معينة. ولكن إن كانت المشكلة وهي غالبية الأطفال هي مشكلة غير مرضية غير عضوية، طبعاً هذا الطفل يتم متابعته بصفة مستمرة، ويتم أيضاً تحفيزه، وأيضاً دائماً يكون التركيز ليس فقط على الطفل، وهذا قد يقع فيه كثير من الأطباء، التركيز يكون على العائلة وليس فقط على الطفل. يعني تغيير بيئة الطفل هذه كاملة يجب يكون هو أساس علاج هذا الطفل، يعني معالجة الأب ومعالجة الأم والحديث مع الأب ومع الأم ومع الإخوة، بحيث يكون جميع العائلة لهم تصرف مختلف ومغاير للواقع. فأما علاج الطفل أو حرمانه من بعض الأكلات ذات السعرات الحرارية المرتفعة بمعزل عن الأهل، طبعا هذا طريقة ووسيلة غير صحيحة، فلا بد من زرع الثقافة في العائلة كاملة، وعلى الوجه الأخص في الأم، لأن هي عبارة عن مركز البيت وأساس البيت. طبعا بالمتابعة وبالتحفيز، وأيضا بدفع الطفل هذا إلى ممارسة الرياضة الجماعية وليس حصر على هذا الطفل، ولكن يتعدى هذا الأمر إلى العائلة كاملة. هذه طريقتنا في الواقع. طبعا لا بد هذا الطفل أن يزور بعض التخصصات الأخرى، تخصص التغذية مثلا، وقد تخصص الرئة إن كان هناك مشكلة في الرئة، وتخصص الرعاية النفسية وغيرها من التخصصات الهامة. شكرا حبيبي، شكرا، بارك الله فيك دكتور، وأعود للأستاذ حسن، أتفضل. شكرا للدكاترة الأفاضل، وشكرا لك دكتور عبد الحفيظ. الآن الأستاذ حسين هزازي من صحيفة عكاظ أعتقد أنه عنده سؤال أو سؤالين يحب يوجهها لحضراتكم، فتفضل أستاذ حسين. أستاذ حسين هزازي يبدو ما هو سامعني. طب في سؤال كمان للأستاذة نجلاء الحربي من صحيفة الوطن. أيوة أهلين حسين، الآن موجود. أهلا بك الأستاذ حسين، الآن موجود، تفضل أستاذ حسين. يبدو أنه حسين في السيارة. طيب أستاذ حسين نخلي الأستاذة نجلاء، إذا تفضل أستاذة نجلاء. أيوة السلام عليكم. أول شيء أشكركم صراحة على الندوة هذه، أثريتونا بكثير من المعلومات يعني كانت غايبة عننا واستفدنا منها، أشكر جميع المتحدثين. سؤالي كان كنت بسأل عن الدواء اللي طرح خلال الندوة، كيف يعمل هذا الدواء وهل يظهر تأثيره على الفور، وما هو مقدار الوزن الذي يمكن أن يخسره الشخص وفي خلال كم من الزمن؟ هذا سؤالي. أعتقد أنه هذا السؤال يتوجه للدكتور ميلفن. ايوه دكتور ميلفن. استاذ نجلاء اذا ممكن بس تعيد السؤال للدكتور ميلفن كرما.
أوكي أعيده. هو كنت بسأل عن الدواء اللي طرح خلال الندوة، هل يظهر تأثيره على الفور، وما هو مقدار الوزن الذي يمكن أن يخسره الشخص، وفي خلال كم من الزمن؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله أستاذة نجلاء، شكرا لسؤال حضرتك. أنا اسمي معتز يحيى، مدير الطبي بشركة نوفو. طبعا الدواء ده حاليا أبروفد للكبار الأدلتس أو البالغين، وفي نفس الوقت برضو أبروفد للأطفال. إذا كان سؤال حضرتك بخصوص الكبار أو الأدلتس، فالدواء موجود في المملكة العربية السعودية من سنة 2017. هو الحقيقة آمن وفعال، بيؤدي لخفض الوزن، وتم تجربته في عدة تجارب سريرية وكلينيكية. والحقيقة يعني مستوى خفض الوزن يختلف حسب طبعا البيز لاين أو البداية بتاعة الوزن، فأبطو نقدر نقول لحد 6 أو 7 كيلو جرام بالنسبة للأدلت أو البالغين. بالنسبة للأطفال الدواء برضو تم تجربته في تجربة سريرية على 250، مش هقول أطفال ولكن إنما مراهقين من سن 12 ل 18 سنة. والحقيقة هو خد أبروفل أو موافقة من هيئة الغذاء والدواء السعودية very recently يعني. والحقيقة برضو حضرتك عارفة إن بيتم قياس خفض الوزن في الأطفال أو في البالغين بطريقة مختلفة عن الكبار حسب مؤشر كتلة الجسم أو الستاندرد ديفيشن بتاعهم، لكن تم برضو الموافقة على الدواء للاستخدام في البالغين والمراهقين من سن 12 ل 18 سنة، بناء على تجربة تم يعني تجربة الدواء فيها لمدة سنة تقريبا. والدواء عبارة عن يعني هو أنا زي ما عارف يوميا بيتم فيها زيادة الجرعة كل أسبوع. بعد شهر بنوصل للجرعة اللي احنا بنسميها الجرعة الاستمرارية أو المينتنس دوز، اللي هي حوالي 3 ميلي جرام أو أكتر كمية ممكن الطفل أو المراهق يستمر عليها، أو بنسميها الماكسيمم توليرنت دوز أو ام تي دي. والحقيقة الأثر بيظهر بعد يعني بدأ البيشنت أو بدأ المريض ياخده، ما فيش بعد شهر أو ما يوصل للمينتنس دوز بيكمل عليها. فطبعا تختلف، وطبعا أساتذتنا دكتور بسام بن عباس ودكتور أشرف أمير عندهم الخبرة مع الدواء، يقدروا يفيدونا برضو بالمعلومات. ولكن من ناحية الشركة فالدواء زي ما قلت لحضرتك موجود من 2017 بالنسبة للكبار، وبالنسبة للبالغين تم الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء من حوالي شهر فقط أو شهرين للاستخدام من سن 12 سنة. شكرا لك دكتور محمود. إذا في أحد من المتحدثين حابب يعلق على المعلومة ولا ننقل السؤال إلى الأستاذ حسين. أستاذ حسن، أنا بالنسبة للدواء المذكور، هل هو موجود في السعودية فقط ولا في دول مجلس التعاون خاصة الكويت تحديدا؟ السؤال موجه لطبعا شركة نوفو نورديسك. السؤال من الأستاذ مصطفى الباشا من صحيفة الوطن الكويتية. الدكتور ميلفين أو الدكتور محمود ممكن تجاوب على السؤال كرما. الحقيقة هو الدواء موجود في المملكة العربية السعودية من سنة 2017، وموجود أيضا في دول الخليج العربي برضو من 2017 أو 2018. فبالنسبة للإتاحة هو موجود حاليا في الخليج، في دول كل دول الخليج تقريبا. وهل موجود في الكويت؟ بما فيهم الكويت، دولة الكويت موجود فيها؟ أيوة يا فندم. وهل مصرح من وزارة الصحة الكويتية؟ بالنسبة للبالغين أي نعم، بالنسبة للأطفال لسه ما خدش الموافقة صح؟ بالنسبة الموافقة الحرارة طبعا بالنسبة للأطفال اللي هم بالنسبة المراهقين، خلينا بالنسبة أدق طبعا نتكلم على 12 سنة فما أكبر، فالدقة هي للبالغي عفوا للمراهقين في السعودية فقط حتى الآن، السعودية والبرازيل وأمريكا. لكن لسه إن شاء الله نتوقع موافقة الهيث أوثورتيز يعني في دولة الكويت إن شاء الله قريبا بإذن الله. طب هو في أي أضرار ليه ولا آمن بنسبة 100%؟ طبعا هو أساتذتنا طبعا دكتور بسام بن عباس ودكتور أشرف أمير يمكن يقدروا يجاوبوا أفضل مني هنا. يعني طبعا حضرتك عارف مفيش دواء آمن 100%، وكل دواء وبنعمل حاجة اسمها ريسك بنفيت أسيسمنت. فطبعا هترك الإجابة لدكتور أشرف أمير، طبعا هو أفضل حد يجاوب على موضوع السيفتي والإفكسي بتاع اللايراجوتايف في الميديكال براكتس بتاعه. طبعا بالنسبة للليراجلوتايد أو الدواء هذا يعني في أعراض أو مضاعفات سريعة فورية
اللي هو الغثيان والترجيع، فهذه عشان كذا لما بنبدأ مع المريض بنبدأ بجرعات صغيرة وبنبني الجرعات تدريجياً على حسب تحمل المريض حتى نصل إلى الجرعة النهائية اللي هي 3 ميلي جرام، وبالتالي يحصل على أكبر فائدة ممكنة. بعض المرضى بيوصلوا بعضهم ما بيوصلوا، لكن في بعضهم بيوصل النتائج قبل ما يوصل للجرعة النهائية، وهذا شيء معروف في الواقع العملي. أحد المضاعفات أو المحاذير حقيقة اللي إحنا لازم نتأكد فيها قبل ما نبدأ العلاج، إنه المريض ما يكون عنده أي مشكلة في الغدة الدرقية أو رام أو مشاكل معينة، أو حتى يكون عنده مشكلة في البنكرياس، التهابات في البنكرياس أو عنده مشاكل معينة. هذه هي أهم المحاذير، لكن لما نضع في المقابل الفوائد المكتسبة في تخفيف الوزن، تخفيف الوزن يعني راح ينعكس على تحسين وضع المريض وتخفيف نسبة الخطورة دخول هذا المريض في مضاعفات لها علاقة بالسكري بأمراض القلب والكوليسترول وغيرها. فهذه الفائدة المكتسبة في مقابل المخاطر. دائما احنا في المجال الطبي بنستخدم الميزان، ميزان وضع الفوائد في كفة والمخاطر في كفة، وبالتالي بنوازن الأفضل والأرجح ونعطي للمريض سواء كان فائدة أو نبتعد عن الخطر إذا كان خطر أكثر من الفائدة. شكرا لك دكتور أشرف. لو سمحت لي أستاذ حسن، ممكن بس أسأل الدكتور أشرف عن هذا الدواء، هل هذا الدواء يصرف عن طريق إشراف طبي أو ممكن أحد يأخذه من يعني؟ طبعا الدواء هذا لابد يكون تحت إشراف طبي، لأنه في البداية المريض لازم يقيم من قبل الطبيب ويتأكد أنه ما في محاذير لاستخدام هذا العلاج، ولابد الطبيب يعني يتأكد من دواعي استخدام هذا العلاج على أساس تخفيف الوزن. ودائما بنستنفذ إحنا عادة الطرق اللادوائية، بمعنى تعديل النمط السلوكي وتعديل النمط المعيشي سواء في النظام الغذائي أو النظام الحركي. فإذا فشلت هذه الأمور بنضيف الدواء، والدواء دائما دائما نحطه في بالنا إن الدواء هذا ما راح يكون مدى الحياة. إحنا بنعطي فرصة للمريض إنه بيكون على الدواء هذا على أساس يكون في نزول في الوزن 5-10% من الوزن العام، وبالتالي بيكون المريض خلال فترة نزوله في الوزن بدأ يعني يتبنى السلوكيات الصحيحة في الأنماط المعيشية والغذائية والحركية، وبالتالي تدريجيا ممكن نسحب الدواء والمريض يكون تبنى هذا النمط اللي هو راح يكون نمط يعني يسير عليه كجزء من حياته اليومية. شكرا دكتور. طيب الان الاستاذ حسين جاهز بسؤاله. استاذ حسين هزازي، اهلا استاذ حسن، يا مرحب. يا اهلا بك استاذ حسين، تفضل اذا تطرح اسئلتك. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم جميعا، شكرا لإتاحة الفرصه لي الحديث في هذا المؤتمر الجميل. صراحه الاطباء ما قصروا، يعني ذكروا كميه كبيره من المعلومات حتى يعني لاول مره اسمعها، منها المدهش طبعا. أنا سؤالي يعني في نوع من التساؤل صراحة، يعني الدكتور ياسر عيد في بداية اللقاء ذكر إنه سمنة أصبحت خطرة جدا ولم تعد ظاهرة بل أصبحت وباء، طالما إنه 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 الأطباء شخصوا المرض بطريقة علمية وقدروا مدى يعني خطورته والنتائج والخسائر الاقتصادية اللي ممكن تدفعها دول كبرى في سبيل علاج هذا المرض. أنا سؤالي باختصار جدا، يعني لماذا لا يكون هناك تحرك عام والاعتراف بالمرض بشكل رسمي، وتكون في قطاعات معنية يعني تتفق في الجهود وتبذل الجهود من أجل التخفيف من هذه الأرقام؟ إذا كان 41% من السيدات مصابات بالسمنة سعوديات، هناك خلل، هناك مشكلة كبيرة لدى الأطفال عندنا كمان والمراهقين، يعني آن الأوان أن يعترف بالمرض ويعالج ويكون هناك التكاتف. تساؤلي بهذا الاتجاه، من المفترض أن يقوم بزمام هذه الأمور ويجمع الجهود وتسير في طريق واحد لأجل القضاء على هذا المرض؟ شكرا لكم. يا تفضل دكتور سامي، السؤال موجه لك دكتور سامي عيد. شكرا جزيلا استاذ حسين على هذا السؤال الجيد. طبعا ما في شك انه وزارة الصحة يمكن هي المعنية اكثر شيء في هذا الموضوع،
بدأت جهود ذات الصحة من فترة، يمكن حوالي من 5 إلى 10 سنوات تقريبا، وتدريجيا دخلت عن طريق برامج كثيرة، برامج فيرتيكال أو برامج رأسية من الوزارة، من وزارة الأمراض الصحة الوقائية. وأعتقد أنه هناك في واحد كذا برنامج من بينها السمنة لدى الأطفال، أطفال المدارس. هذا البرنامج أعتقد أنه بدأ من حوالي يمكن 5 سنوات، كانت التوجه واضح واشتغل بشكل طيب، بس قد يكون تأثر في الفترة الأخيرة طبعا مع الجائحة اللي توقفت يمكن كثير، وكان له دور كبير في حصر أعداد الأطفال في المدارس بالذات. وتم بعد حصر المشكلة حاجة المركز قاموا بإجراءات وتحويل الحالات هذه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية عشان بدأت في علاجها. طبعا هذا البرنامج كان برنامج متكامل لدى الأطفال. طبعا ما في شك الوزارة، يمكن وزارة الصحة قال لها كذا العدد من البرامج في هذا الموضوع. يمكن أعتقد في الخطة الأخيرة، يمكن خطة الوزارة 50، أنه تسعى إلى خفض هذه المعدلات. إحنا طبعا ما في شك كجمعية علمية طبية، وأيضا كثير من الجمعيات عندنا في جمعية السمنة، أعتقد أيضا الجمعية السعودية للسمنة أيضا لها عدة مجالات، وإحنا أكيد في جمعية السعودية طب الأسرة هذه واحدة من المشاريع حقتنا، اللي هي مشروع نشر الوعي أو واحدة من الأهداف حقت الجمعية. طبعا هذا المؤتمر وهذا يمكن هذا قد يضيف جزء من هذا الموضوع، وبرضه لازلنا طبعا أعتقد أنه بنحاول نكثف الجهود لزيادة الوعي ونشر الوعي. طبعا يجب أن تتضافر الجهود جميعا، ليس بس فقط في وزارة الصحة أو في المسؤوليات أو الدوائر الحكومية أو الجهات، ولكن أنتم شركاء أكيد طبعا كإعلاميين وكصحفيين في دعم هذا التوجه في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين. هذا الموضوع لا يتأتى عن شخص أو عن طريق جهة واحدة، ولكن يجب أن تتضافر الجهود جميعا مع بعض في خفض هذه النسبة. أعتقد أنه قد يكون أجبت جزء عن السؤال، أتمنى أن أجبت جزء عن سؤالك أو أوضح شيء من هذا الجزء. يعطيك العافية دكتور سيد، ما قصرت. شكرا دكتور ياسر. تفضل. لو سمحتوا لي ممكن لو تحب أضيف بس على كلام الدكتور سامي، جزاه الله خير، وفى وكفى. بس أنا أعتقد أنه الآن أصبح في إدراك للقيادات الصحية على المستوى الوطني أنه إحنا الآن أمام جائحة ومشكلة كبيرة ومنحنى وبائي قاعد يرتفع بين فترة وفترة له علاقة بالسمنة وتبعيات هذه السمنة. فالإدراك هذا موجود وتجسد في التحول الوطني لوزارة الصحة من ضمن استراتيجياتها اللي هي بتمثل النظام الصحي الجديد عندنا. أحد الاستراتيجيات لما وضع الخبراء وضعوا أمامهم كل المشاكل الصحية اللي بيعاني منها المجتمع السعودي من ضغط وسكر وكوليسترول وكذا، لم يتم اختيار إلا شيئين فقط، التدخين والسمنة. وضعت هذه الجزئيتين والمشكلتين الصحيتين كأحد روافد هذا الحراك على أساس تحسين الوضع الصحي لمجتمعنا السعودي. وضعت أهداف في 2016 كان بمعدل تخفيض نسبة السمنة 2% في 2016، ولو نلاحظ الإحصائيات في 2016 كانت أعلى بكثير مما هو عليه الآن. إذن في انخفاض محدود بسيط لكن لم يرتقي إلى مستوى التحكم في الوباء وخفض وضع حد لهذه المشكلة. وأنا أعتقد المشكلة هذه على مستوى القيادي وعلى مستوى النظام الصحي عندنا لها 3 أو 4 محاور أساسية. المحور الأول هو محور له علاقة بالمريض أو الأسرة أو المجتمع. إذا ما ارتقينا بمستوى ثقافة وعي الصحي لمجتمعنا وإدراكه لهذه المشكلة وتفاعله بإيجابية مع الطبيب اللي بيضع الخطة العلاجية كمريض أو كإنسان مبتلى بهذه السمنة ولا بد أن يبذل مجهود على أساس التخلص منها، سواء بالنظام الدوائي والالتزام به أو النظام الحركي وأيضا بالالتزام به. هذه جزئية. الجزئية الأخرى وهي مهمة جداً هو جزئية تتعلق بالأطباء الممارسين. للأسف في كثير من الأطباء في كل التخصصات على درجة كبيرة من العزوف عن التعامل مع السمنة. بيجيهم مريض عنده سمنة لكن عنده أشياء أخرى، يعالجوا الأشياء الأخرى ويتركوا السمنة تماما ويعتقد أن السمنة هذه خارج تخصصهم. أنا أعتقد طالما إحنا الآن بنتحدث عن مشكلة وجائحة وبائية كبيرة تلقي بظلالها على مستقبل أجيالنا، لابد أن نحمل المسؤولية لكل طبيب بغض النظر عن تخصصه، حتى لو كان دكتور عظام، حتى لو كان دكتور أنف وأذن وحنجرة. وبالتالي هي بنسميها الميس أوبورتيونيتي، إنه المريض صاحب الحاجة يصل إلى النظام الصحي أو المنظومة الصحية
صحيه ولا يتم التعامل معه بشكل جيد. فهذه يسمى كلينيكال انيرشيا، اللي هي نوع من انواع التراخي الطبي في التعامل مع المشكله، وبالتالي نحملهم المسؤوليه. الجزئيه الاخرى هو جزئيه النظام الصحي، والنظام الصحي في ايجاد الانظمه المحوكمه للاداء الطبي بشكل عام، وتوفير الامكانيات وتوفير التجهيزات وتوفير العيادات المتخصصه، ليس فقط حتى توفير الدواء، وحتى الضغط على شركات التأمين، وهذه جزئية مهمة جدا في تبني دعم أو صرف أو الدعم المادي لكل هذه الأنواع، سواء كانت دوائية أو غير دوائية، حتى تصبح كل الفرص الدوائية وغير الدوائية متاحة لمريضنا، بحيث أن يستفيد منها ونصل إلى المستوى المعمول. هذا باختصار الله يعطيكم العافية. ما شاء الله تبارك الله، حقيقة المعلومات قيمة، والأمسية تزداد جمالا بجمال تواجدكم دكتور أشرف، دكتور بسام، دكتور سامي، ودكتور ملفن. وحقيقة الأخوان كلهم بيطالبوا بأنه يكون لهم أسئلة، ومتشوقين أنهم يتواصلوا معكم. الآن معنا الأستاذ علي عسيري من وكالة الأنباء السعودية، حابب يقدم أسئلته. تفضل أستاذ علي. أستاذ علي عسيري، يبدو أن الأستاذ علي الآن غير متواجد معنا، انتظر وكان حابب أنه يقدم أسئلته. طيب، ننقل السؤال للأستاذ عبد الوهاب شلبي، صحيفة مكة الآن. أستاذ عبد الوهاب. أيوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سعيد جدا بانضمامي معكم. أحب أقدم شكري لجميع المتحدثين، نسأل الله التوفيق للجميع، وشكر خاص لك أستاذنا أستاذ حسن بهكلي على الدعوة الكريمة. سؤالي موجه للدكتور سعادة الدكتور أشرف أمير بخصوص عقار الساكسندة والهيلمة الإعلامية اللي نزلت له، هل يوصف العقار هذا للحامل أو المرضع؟ حقيقة يعني في ممارسة الطبية أنا بعيد كل البعد عن استخدام عند الحوامل، وأعتقد السؤال هذا يطرح للشركة على أساس عندهم دراسات وعندهم يعني مبررات، أعتقد هي ما زالت تحت البحث. شكرا جزيلا لسؤال حضرتك. الحقيقه لم يتم تجربه عقار الساكسندا للحوامل او المرضعات، والشركه لا تنصح باستخدامه في حاله نيه الحمل او وجود رضاعه، فما فيش عندنا اي داتا بتدعم هذا الاستخدام. شكرا دكتور محمود. شكرا رهاب. الان الاستاذ عبد الرحمن الحربي اذا كان لسه متواجد معنا من صحيفه المدينه. أمسي عليك أستاذ حسن، وأمسي على الدكاترة والزملاء الموجودين. أهلا. أشكركم على المعلومات القيمة اللي تقدمتوها لنا، حقيقة الواحد يستفيد من الخبرات الكبيرة التي موجودة لدى الأطباء. سؤالي للدكتور ميلفن، ما هي الآثار الجانبية الشائعة لساكساندا، وهل تصل إلى التوقف عن تناوله؟ شكرا جزيلا لسؤال حضرتك. زي ما الدكتور أشرف أمير مشكورا أشار، كل الأدوية لها آثار جانبية، ولكن الآثار الجانبية الأشهر لعقار ساكسندا هي الآثار المتعلقة بالجهاز الهضمي، وبشكل رئيسي الغثيان والقيء، ممكن الإسهال والإمساك. الحقيقة الآثار الجانبية بتبدأ مع استخدام الدواء عند حوالي 20 أو 25% من المستخدمين حسب الداتا أو حسب الأرقام اللي موجودة في التجارب السريرية، ولكن بعد حوالي 8 إلى 10 أسابيع معظم هذه الأثار الجانبية بتقل بشكل كبير جدا. بالنسبة للهبوط في السكري، الحقيقة العقار أو اللايروجلوتايد بشكل عام بيعمل بطريقة ذكية، إن هو بيتم إفراز الإنسولين في الجسم بالاستجابة للأكل، فإذا كان المريض ما أكلش فما بيحصلش إفراز الإنسولين، بالتالي بنسميها يعني جلوكوز ديبندنت أو معتمد على وجود الجلوكوز في الدم علشان يحصل افراز الانسولين. فنسبه ان هو يكون امن وعدم حدوث نوبات الهبوط بتبقى الحمد لله موجوده. ده بالنسبه للجهاز الهضمي وبالنسبه للمنخفضات الدم.
باستثناء كده ما فيش اثار جانبيه كلينيكال امبورتنت او ذات اهميه يعني كبيره مع هذا العقار. اما بالنسبه للتوقف عن الاستخدام فطبعا في بعض التجارب السريريه يعني حوالي في الاطفال خلينا نقول 10% تقريبا من المستخدمين في الدراسه الاخيره اللي اتعملت على المراهقين ما كملوش بسبب الاثار الجانبيه، ده كانت بشكل رئيسي الاثار المتعلقه بالغثيان والقيء. شكرا جزيلا دكتور محمود. طبعا الاستاذ علي عسيري من وكاله الانباء السعوديه بيقول انه في عنده مشكله في الصوت على بال يحلها. فالان عندنا الاستاذ ابراهيم البهكلي عضو مجلس الاداره والمستشار الاعلامي للصوت، فعنده حقيقه العديد من التساؤلات. تفضل استاذ ابراهيم. أستاذ إبراهيم المايك. واصل الصوت؟ أي نعم واصل، تفضل. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم جميعا. شكرا أستاذ حسن، شكرا للإخوان المشرفين على جمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، وشكرا لهذه الكوكبة من الأطباء والاستشاريين الذين أثروا معلوماتنا حقيقة بمعلومات سنستفيد منها وسنفيد منها أبناءنا ومجتمعنا. سؤالي الأول حقيقة هو للدكتور أشرف، إذا ممكن. دكتور أشرف طبعا أثرت الاحترازات الصحية التي فرضها علينا كوفيد 19 على زيادة نسبة المصابين بالسمنة. ما مدى تقييمكم لعدد الزائرين إلى عياداتكم بهذا الأثر السلبي المؤقت بين قوسين مؤقت ولا مؤقت ولا مؤقت. ألو. ولا يجب أن نستسلم له كمسبب للاسترخاء والنوم. هذا السؤال الأول، تفضل. طيب شكرا أخي إبراهيم، هذا السؤال فعلا يعني إحنا نعيش واقعه بسبب الجائحة وبسبب قلة الحركة والعزل المنزلي وقلة الحرار داخل مجتمعنا وعدم توفر الأنشطة الرياضية اللي كانت متاحة في السابق. حقيقة يعني بنشوف ليس فقط زيادة في الوزن، حتى في اضطرابات أيضا في التحكم ببعض المشاكل الصحية زي السكر والضغط والكوليسترول وقلة، وهذه كلها مرتبطة بقلة الحركة. لكن طبعا تبقى النصيحة الطبية الموجهة لكل المرضى بغض النظر عن الظروف اللي بنمر فيها، كلما أتيحت الفرصة داخل البيت حتى داخل جدران المنزل البسيطة لابد من القيام بحركة وتبني السلوك الحركي، ومعها الاحتياط من التناول الوجبات الغذائية بشكل مدروس وشكل موزون بحيث نهتم بالنوعية ونهتم بالكمية. النوعية محدودة الكمية والنوعية قليلة السعرات الحرارية قليلة الشحوم والدهون والدسم، وبالتالي كلما أتيحت الفرصة لابد من الحركة. طبعا في بعض المرضى اللي هم ممكن يعني يتعرضوا لمضاعفات خطيرة وسريعة بحكم مشاكلهم الصحية المتعددة اللي هي مرتبطة أيضا بالوزن، بالذات مرضى الفشل القلب الاحتقاني، مرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى أو عندهم سكر دم غير منتظم بيأخذ جرعات كبيرة من الأدوية، بنضطر أن نرفع لهم الجرعات الدوائية حتى نتعامل مع الزيادة المؤقتة في الوزن. لكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة ويفرج هذه الكربة ونرجع الأمور إلى ما كانت عليه. لكن أعتقد حتى في الظروف المؤقتة لابد يكون هناك مجال ولو مجال بسيط للحراك والتعامل مع المشكلة. الشق الثاني من السؤال دكتور أشرف، معلش، طبعا أكيد في شركاء، المعروف أنه في أي مرض أو أي إصابة يكون السبب الرئيسي فيها منظومة متكاملة من عدة جهات وليست جهة واحدة معنية، وأنا شخصياً أعتقد أنه اهتمامنا بالجانب العلاجي على حساب الجانب الوقائي، طب الوقائي بين قوسين من سنوات
قد يكون أدى إلى ظهور مثل هذه المشكلات والإصابات والأمراض. الطب الوقائي هو الأساس، هو حجر الأساس في الجدار المناعي لأي مشاكل صحية، وأنتم أدرى وأعلم بهذا الجانب. السؤال، من هم الشركاء الرئيسيين الذين تعتبرون التعاون والتنسيق معهم مهم لتكملة مجالكم الطبي في اختفاء أو انخفاض نسبة هذه الظاهرة في المجتمع؟ أعتقد المشكلة اللي احنا بنعاني منها، موضوع السمنة وتفشي السمنة في مجتمعنا أو في المجتمعات المجاورة لنا، هي ليست فقط مسؤولية وزارة الصحة، ولا هي مسؤولية تلقى على عاتق الطبيب أو الفريق الطبي، بل هي مسؤولية مشتركة تتشارك فيها جميع الجهات المجتمعية الحكومية والخاصة، سواء كانت تعمل في المجال الطبي أو في غير المجالات الطبية. فهي مسؤولية، هي ثقافة حقيقة، ثقافة مجتمع. إذا أدركنا هذا الفكر وأصبح في ثقافة بالحس بالمسؤولية، وأن كل مسؤول أو كل جهة، حتى الشركات والمصانع وغيرها من الجهات تتشارك، وأعتقد يمكن مسؤولية كبيرة جدا بعد وزارة الصحة تلقى على عاتق وزارة الشؤون البلدية والقروية والبلديات في توفير الممشى والأماكن اللي من خلالها تمارس رياضة المشي وتعزز هذه الثقافة في مجتمعنا. والحمد لله بنشوف الأيام هذه أشياء كثيرة جميلة جدا، يعني تثلج الصدر حقيقة. زمان كان لما أي أحد من أفراد المجتمع يعني يمارس الرياضة كان يشار إليه بالاستهزاء وبالسخرية، الآن انتهت هذه الظاهرة وأصبح الكل يمشي وأصبح فيه حراك جميل في المجتمع. أتوقع إن شاء الله بإذن الله إحنا مقبلين على مرحلة قد تكون مرحلة فيها كثير من التحسن في الصحة العامة، لكن لابد من مشاركة جميع الجهات. الجهاز الإعلامي أحد الشركاء الأساسيين لنشر ثقافة الوعي الصحي والمعلومة الصحيحة النقية الصافية المبنية والمثبتة بالبراهين الطبية. للأسف كثير من وسائل التواصل الاجتماعي فيها معلومات مغلوطة وتنتشر انتشار سريع جدا، ونواجه هذه المشكلة كأطباء في عياداتنا، أن كيف تغير من مفهوم المريض اللي عنده هذه المعلومة الخاطئة وتحولها لمعلومة صحيحة حتى تعطيله العلاج الصحيح أو تعطيله النصيحة الصحيحة. الجهاز الإعلامي أحد الأجهزة المهمة جدا في الثقافة. وزارة التعليم مهمة جدا في تحسين إدراك أو تنشئة نشأ الأطفال في مراحل مبكرة على الفكر الصحيح في الممارسة الصحية للنشاطات اليومية والتغلب على السمنة في مراحل مبكرة. يمكن أستاذنا الكبير الدكتور دكتورنا زميلنا الدكتور الحفيظ دكتور بسام، نعم عفوا الدكتور بسام، طبعا هو أكثر، هو يمكن أعتقد هو دوره كبير جدا في التعامل مع مشكلة السمنة عند الأطفال، ويمكن هذه تمهيد لاحتواء المشكلة على في مراحل مبكرة من أعمار مجتمعنا. شكرا دكتور باشا. هو بالمناسبة في سؤال، معلش لو قطعت حديثك أستاذ إبراهيم، ولكن في سؤال وصلني الآن من أحد الزملاء، طبعا ضمن الأستاذ علي عسيري، بيسأل دكتور بسام وبيقول إنه كيف يمكننا وقاية وحماية أطفالنا من السمنة؟ كيف يمكن أن نوصل رسالة توعية إلى كل أم وإلى كل أسرة لوقاية أطفالنا من السمنة؟ فأنا قطعت حديثك أستاذ إبراهيم، بس بناء على أو استكمالا لكلام الدكتور أشرف، ممكن نخلي السؤال هذا لاحق للدكتور بسام. تفضل أستاذ إبراهيم بس عشان الوقت. طيب احنا ايضا هذا سؤالي للدكتور بسام. طبعا دكتور بسام، وسائل التواصل الاجتماعي تبنت للأسف أفكار ورسائل مغلوطة وضارة على الصحة، دائما تنقل لنا وجود أدوية للتخسيس والانتصار على السمنة، وللأسف بعض الشباب خاصة يصدقون مثل هذه الأدوية من شركات أو أشخاص وهميين ليس لهم واقع. هذه الفئة أو هذه السمنة في هذه الفئة العمرية
أنا كان لي تحقيق صحفي قبل 25-30 سنة في هذا الموضوع في صحيفة عكاظ، وتوصلنا في دراسة إنه النمو عند هذه الفئة العمرية من 9 سنوات إلى 17 سنة هو نمو الأجاكس أو الكيمثرا، نمو الكيمثرا شبيه في هذه السن أو المرحلة السنية المشار لها في هذا الموضوع. ومن ضمن الأشياء اللي تم اكتشافها إنه أعلاف الدجاج يضاف لها هرمونات مثل هرمون منع الحمل، وللأسف طبعاً هذا الكلام من فترة طويلة، وكانت النسبة آنذاك حوالي 35%، الآن النسبة تجاوزت هذا الرقم بكثير. هل هذا الموضوع ما أثار اهتمام الجهات المعنية بالتصدي لمثل هذه الأسباب؟ شكراً. أشكرك على هذا السؤال وعلى هذا التساؤل. في الواقع أنا شخصياً كان لي بحث في هذا المجال، وهو هل أن بعض أنواع اللحوم وخاصة الدجاج هل أن مثلاً تعالج هرمونياً وبالتالي ينعكس هذه المعالجة تنعكس سلباً على الطفل وتسبب له ليس فقط زيادة في الوزن ولكن حتى يمكن بلوغ مبكر. في الواقع هذه الدراسة أثبتت بالتخاطب الحقيقة مع الجهات المعنية بالعناية بالدواجن بصفة عامة، أثبتت أن هذه الدواجن لا تعالج في الواقع بالهرمونات، وليست هذه أنواع الدواجن تسبب لا بلوغ مبكر ولا زيادة في الوزن. في الواقع معالجة هذه الدواجن بالهرمونات إن صح التعبير يعني، وإن تبنينا هذه الفكرة وهي فكرة ليست صحيحة، ففي الواقع الهرمونات إن أضيفت إلى أنواع اللحوم فهي في الواقع لا تؤثر سلباً على الطفل، لأنها هذه الدواجن أو هذه اللحوم تدخل في مواقد النار، وبالتالي الهرمونات هي عبارة عن تركيبات سريعاً ما تتلاشى بفعل الحرارة. يعني على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، مثلاً الإنسولين هو نوع من أنواع الهرمونات ونوع من أنواع البروتينات. نحن دائماً ننصح مريض السكري بوضع الإنسولين في الثلاجة وعدم وضعه مثلاً خارج الثلاجة، لأنه في حين تعرضه للحرارة يتلف. فالهرمونات إن صحت هذه المقولة إنها تضاف إلى بعض الدواجن أو بعض اللحوم فتسبب زيادة في الوزن في الأطفال والمراهقين أو تسبب بلوغ مبكر، أتوقع إنه هذه النظرية غير صحيحة، ترى ونوقشت عدة مرات وأثبتت أنها ليست لها علاقة بزيادة الوزن أو بعض الأمراض الهرمونية لدى الأطفال. ولكن بالمقابل هي كثيرة حقيقة من هذه المأكولات سواء كانت لحوم أو غير لحوم تضاف لها العديد من الإضافات السيئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، وليس الهرمونات أو معالجة هذه الدواجن بالهرمونات. ففي الواقع للأسف أنه الكثير من أطفالنا يعتمد اعتماد شبه كامل على الطعام الخارجي ووسائل نقل الطعام من المطاعم المختلفة وخاصة المطاعم غير الصحية إلى البيت أصبحت منتشرة بشكل كبير جدا، وهي أحد أسباب زيادة الوزن بالشكل الكيمثري وغير الكيمثري لدى الأطفال، وهو زيادة وتجمع الدهون في وسط الأطفال والمرتبطة الحقيقة بالسكري سواء النوع الثاني أو أمراض القلب وأمراض الشرايين. هذا إجابة لسؤالك الكريم. أما إجابة للسؤال الأخ علي عسيري بخصوص كيفية معالجة زيادة الوزن لدى الأطفال، كيف يمكن وقايتهم دكتور بسام، وكيف يمكن وقاية أطفال من زيادة الوزن أو حماية؟ نعم والله شوف، إذا اعتمدنا إحنا فقط في الوقاية على القول فلن ننجح، فكونك تخاطب الطفل بالقول فقط فهذه العملية أثبتت عدم جدواها. لابد أن القول يصحب بالفعل، وخاصة لدى المراهقين وخاصة لدى الأطفال، يجب هذا الطفل وهذا المراهق يجد شخص فاعل في البيت يكون مثل أعلى له، ليس قولا ولكن عملا. فمثلا يستطيع هذا الطفل أو يستطيع هذا الأب أو هذه الأم بأخذ هذا الطفل إلى الممشى مثلا القريب من المنزل،
أما مخاطبته قولا فقد أنه لا، في غالبية الأطفال وخاصة المراهقين هم ناس معاندين نوعا ما، ولكن استحاب الأطفال وليس التحدث فقط إلى الأطفال هي في وجهة نظري الطريقة الفاعلة للوقاية من زيادة الوزن. شكرا دكتور بسام. احنا طبعا داهمنا الوقت ونبغى ممكن سؤال أخير للدكتور ميلبن. أتفضل. تفضل أستاذ إبراهيم. سؤالي طبعا للدكتور باعتبار انهم هو الشركه المهتمه بهذا الجانب من التوعيه وتقديم العلاج، سؤالي ما مدى اهتمام وامنيات الشركات المصنعه والمنتجه لمثل هذه الادويه ان تختفي او تنخفض ظاهره السمنه في المجتمعات، مع الاخذ في الاعتبار الشراكات المجتمعية والعائد الاقتصادي. Thank you very much. The way I understood the question was, what extent is the company interested in the innovation of obesity? Like I told in my slides, yes, the company started our work in the diabetes space using proteins and long chain molecules. And obesity treatment is also closely linked to a very large extent when you look at pharmacological treatments with large proteins, because there is a very close association between these two disorders. And Novo Nordisk, the way we operate is by working with large molecules, we believe we can offer a sustainable solution, unlike chemical entities. So there is an opportunity for us that we have by the innovation that we work within the protein treatments. We came into contact like a product like GLP, and the company has been continuously innovating on the forefront of GLP and GLP like products. And if you look at our pipeline, probably Novo Nordisk has far more research candidates or drugs in the pipeline in the obesity space, like the way we saw in diabetes care in the last 10 years. So if you take the next 10 years, Novo Nordisk has by far many candidates in phase one, in phase two, and also preclinical phase, where we believe as an organization, we have a lot to learn and at the same time a lot to innovate. But we are fortunate that we are working with a group of healthcare professionals who help us to reach that edge. And inshallah, we will be able to achieve on this journey to try and address far larger, far larger impact on obesity treatment than what we see today. And that is our interest. And that is where the company is spending a lot of time and effort to unlock that potential. كما قلت سابقا في فتره العرض التقديمي الذي قدمته في بدايه اللقاء، فان تاريخ الشركه الطويل في انتاج بروتين الانسولين منذ ما يقرب من 100 عام مكنها من مواصله البحث الى ان وصلت الى مركب الجي ال بي 1 والذي يساهم بشكل كبير جدا في علاج مرض السمنة. وإذا نظرت لمستقبل الأبحاث والدراسات الجارية في مراحلها المختلفة الآن في شركة نوفو نوردسك، فنستطيع القول بكل ثقة أن في خلال 10 سنوات القادمة سوف تقود نوفو نوردسك الجهود العلمية على مستوى العالم في تقديم حلول مستدامة لعلاج مرض السمنة والحد من انتشاره. ونحن نعمل يدا بيد مع كل أعضاء المجتمع الصحي في المملكة وخارجها من أجل إفادتنا بتغذية راجعة وآرائهم التي تفيد هذه الأبحاث من أجل الوصول إلى نتائج أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. شكرا محمود. شكرا لك. شكرا أستاذ إبراهيم. شكرا دكتور ميلفن. شكرا للجميع. حقيقة جميع الزملاء بيرسلوا اللي كمان عندهم مشاكل في الصوت أو في التقنية وبيرسلوا أسئلة، ولكن
احنا طبعا تجاوزنا الوقت المحدد بكثير، ونعرف انه عندكم بالنسبه لكم او يعني وقتكم ثمين، الساده المتحدثين والاخوه الصحفيين والاعلاميين وجميع المتواجدين معنا، ولذلك سنضطر بان نختتم مؤتمرنا لهذا المساء وهذه الليله مع الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا ايها المتحدثون الكرام وللاخوه الاعلاميين والصحفيين الذين كنتم معنا واسعدتونا وشرفتونا في لقائنا في هذا اليوم. في ختام المؤتمر ايضا لا يسعني الا ان اتقدم لجميع الحضور بالشكر والتقدير على تلبيتهم لهذه الدعوه وحضور هذا المؤتمر واثرائه بكل ما يفيدنا ويفيد ابنائنا واسرنا ومجتمعاتنا بل ووطننا باكمله. والشكر موصول للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ولشركة نوفو نوردسك وتحديداً طب الأسرة ومكتب طب الأسرة والمجتمع في جدة الدكتور سامي صالح عيد، ولسعادة الدكتور أشرف أمير نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع. أيضاً الشكر موصول لسعادة الدكتور بسام بن عباس ولدكتور عبد الحفيظ خوجة ولجميع الأخوة الإعلاميين والصحفيين. شكرا جزيلا لكم أيها السادة المتابعين، أيها السادة المشاهدين، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.